بخير وتكون كل أموركم طيبة، ويا رب تكونوا يعني أنجزتوا في امتحان الميد تيرم، وتكون الأمور عدت بسلام. يعني طبعا احنا النهاردة أنا هتكلم معاك في المحاضرة اللي أنا خدتها آخر أسبوع قبل الميد تيرم، اللي هي كانت ليكشر نمبر 7، اللي كنا بنتكلم فيها على البرايس إلاستيسيتي أوف ديماند. طبعا أنا عارف إن في ناس ما حضرتش المحاضرة دي، فأنا برضو مرة تانية قبل ما تيجي يوم السبت، لأن محاضرة يوم السبت اللي جاي اللي المحاضرة الثامنة مبنية بصفة أساسية على المحاضرة السابعة، فأنت لازم قبل ما تيجي، أنا عارف إنك هتبقى جاي هلكان، لازم تربط بين المحاضرتين ببعض، لازم قبل ما تدخل في المحاضرة الثامنة تبص على المحاضرة السابعة. إحنا النهاردة هنتكلم في شابتر 5 اللي هو إلاستيسيتي. إلاستيسيتي يعني اللي هو المرونة، إلاستيسيتي يعني المرونة. جميل، وإحنا عندنا أنواع متعددة من المرونات. اول نوع من انواع المرونه هنتكلم فيه في المحاضره بتاعت النهارده هو برايس الاستيسيتي اوف ديماند، برايس الاستيسيتي اوف ديماند، او مرونه الطلب السعريه، برايس الاستيسيتي اوف ديماند، مرونه الطلب السعريه. يعني ايه مرونه الطلب السعريه؟ يعني ايه برايس؟ يعني سعر، الاستيسيتي يعني مرونه، ديماند يعني طلب. جميل، فاحنا بنتكلم برايس الاستيسيتي اوف ديماند ان اور ماذر لانجوج باللغه بتاعتنا كده العاميه، اللي هو بنسميه مرونه الطلب السعريه. مرونة الطلب السعرية، مرونة الطلب السعرية. يعني ايه مرونة الطلب السعرية؟ انت زي ما هتشوف في السلايد اللي جاي انه الديفينيشن بتاع البرايس الاسيستي اوف ديماند هو ايه؟ بيقول لك ات ميجرز. ميجرز ايه؟ برايس الاسيستي اوف ديماند ميجرز ايه؟ ميجرز ذا ريسبونسيفنس اوف ذا كوانتيتي ديماندد اوف اني جود تو ذا تشينج ان اتس برايس. other things being equal, other things being constant. يعني ايه؟ بيقول لك it measures the responsiveness، يعني بتقيس استجابة responsiveness، درجة استجابة، استجابة مين؟ it measures the responsiveness of the quantity demanded of any good. اهو بتشوف درجة استجابة ال quantity demanded of any good to the change in its price، to the change in its price، للتشينج اللي بيحصل في ال price، التغير اللي بيحصل في البرايس. other things being equal، other things being constant. يعني ايه؟ يعني ترى لو حصل تشينج في البرايس، حصل تشينج في البرايس ان كان عندنا سعر السلعه كان مثلا ب 10 وبعدين بقى 15، كان السعر الاول كان في السوق ب 10 وبعدين بقى ب 15، في تشينج حصل في البرايس، يعني السعر زاد. المفروض وفقا للديماند، اللو ديماند، يحصل ايه في الكوانتيتي ديماند؟ زي ما خدت في المحاضره الثالثه قبل كده، ان الكوانتيتي ديماند تقل، علاقه عكسيه، وي هاف نيجاتيف ريليشن شيب. جميل، البرايس يزيد، اهو التشينج ان البرايس كان 10 بقى 15 زاد، المفروض الكوانتيتي ديماند تقل، بس تقل بنسبه كام؟ هو ده البرايس الاسيستيف ديماند. يعني لو البرايس زاد بنسبه مثلا سي بنسبه 10% مثلا، البرايس حصل فيه زياده بنسبه 10%، يا ترى الكوانتيتي ديماند تقل بنسبه كام؟ يا ترى الكوانتيتي ديماند تقل بنفس النسبه، يعني بنسبه 10%، ولا تقل بنسبه اكبر، بنسبه اكبر، يعني مثلا تكون نسبه مثلا سي 30%، ولا تقل بنسبه اقل من 10% بتاعت التشينج في البرايس، يعني البرايس قلنا انه زاد ب 10%، تقل بنسبه مثلا سي 3%، يا ترى ايه اهم تغير اللي هيحصل؟ الاستجابه بتاعت الكوانتيتي ديماند هتكون اكبر ولا اقل ولا بتساوي التغير اللي حصل في البرايس؟ هو ده البرايس الاسيستي اوف ديماند. بيقول لك ايه؟ ات ميجر ذا ريسبونسيفنس اوف ذا برايس اوف ذا كوانتيتي ديماند اوف اني جود تو ذا تشينج ان اتس برايس اذر ثينجز بينج ايكوال. يعني لو السعر اتغير مثلا بنسبه 10% ماذا سيحدث للكوانتيتي ديماند؟ استجابتها المفروض انها تقل، بس تقل بنفس النسبه 10%، ولا تقل بنسبة أكبر 30% مثلا، ولا تقل بنسبة أقل 3%؟ يا ترى الاستجابة شكلها إيه؟ هو ده البرايس الاسيستيف ديماند. تمام، تعال نشوف مع بعض إزاي ممكن نقيسها وإزاي ممكن نعرفها في السلايد اللي جاي. إيه يا شباب الديفينيشن بتاع البرايس الاسيستيف ديماند؟ أهو الديفينيشن بتاعها اللي هو it measures the responsiveness of the quantity demanded، أهو بتقيس استجابة ال responsiveness، يعني استجابة ال quantity demanded of any good to the change in its price، للتغير اللي بيحصل في السعر. other things equal، other things constant. يعني يا ترى لو حصل التشينج الاول في البرايس، مين اللي بيحصل الاول؟ تشينج في البرايس. لو البرايس زي ما قلت لك البرايس مثلا increases by 10%، if the price increases by 10% what will happen to the quantity demanded؟
How the quantity demanded will respond. يا ترى ال quantity demanded هتتغير، هتستجيب للتغير في ال price ازاي؟ المفروض ان ال price when price increases quantity demanded decreases، بس يا ترى ب percentage شكلها ايه؟ يا ترى تكون بنفس ال percentage ب 10%، ولا يا ترى تكون ب percentage اقل 3%، ولا تكون ب percentage اكتر 40% او 20% او 30%؟ يا ترى استجابة الكمية المطلوبة للتغير اللي حصل في البرايس هتبقى اكتر ولا اقل ولا مساوية ليها؟ هو ده ال price elasticity of demand. It measures the responsiveness of the quantity demanded of any good to the change in its price, other things being equal. جميل؟ أو يقول لك إن هي عبارة عن it measures the ratio. ratio يعني نسبة of percentage change، التغير النسبي in quantity demanded to the percentage change in its price. يعني من الآخر هي بتتقاس، وهنعرف إن أحد القواعد اللي بتتحسب بيها إنك تحسبها إزاي، إنك تقول إن هي عبارة عن ال percentage change، بص percent يعني نسبة مئوية، change اللي هو التغيير، الفرق ما بين الكمية الأول والكمية بعد كده. percentage change مين اللي نحطه فوق الأول؟ نحطه فوق percentage change in quantity demanded. جميل؟ على ايه؟ على percentage change over percentage change in price، على ال percentage change in price. تمام؟ شوف ده على دوت، نسبة التغير النسبي في الكمية المطلوبة على التغير النسبي في price تطلع كام؟ هو ده اسمه ايه؟ ده بنسميه يا شباب، بنسميه price elasticity of demand، اللي ممكن نرمز له بالرمز E. جميل؟ السؤال بقى how، ده الأهم، how to measure price elasticity of demand، ازاي نقيس مروند الطلب السعرية؟ بصوا يا جماعة، احنا هنلاقي في ثلاث قواعد لقياس مروند الطلب السعرية، قاعدة منهم هي القاعدة اللي لسه كاتبها دلوقتي دي، اللي هي دي انك تشوف ال percentage change في ال quantity demanded على ال percentage change في ال price، تقسمهم على بعض واللي يطلع. فدي القاعدة الأولى لحساب ال price elasticity of demand، أهو القاعدة الأولى انك تشوف ال percentage change على في ال quantity demanded over percentage change in price. جميل؟ طبعا هو ده بنستخدم القاعدة دي امتى؟ بنستخدم القاعدة دي لما يكون عطيك في التمرين اللي عطهولك نسب. يعني قال لك والله لو السعر اتغير بنسبة 10% والكوانتيتي ديماندد اتغيرت بسبب بنسبة 30%، احسب البرايس الاستيستي اوف ديماند. فانت هو واضح انه عطيك نسبة للتغير في السعر ونسبة للتغير في الكوانتيتي ديماند، يبقى تيجي تحسب انهي قاعدة؟ بالقاعدة دي. يبقى تشوف نسبة التغير في الكمية المطلوبة بكام على نسبة التغير في البرايس بكام، وتقسم الاثنين على بعض. تمام؟ يبقى ده نستخدم القاعدة دي امتى؟ لما يكون التمرين عاطيني فيه بيرسنتج، عاطيني فيه نسب. اوكي؟ طيب في قاعدة تانية بيسموها انك انت تقيس البرايس الاستيستي اوف ديماند بس بدون ات بوينت، فبنسميها بوينت الاستيستي. فطبعا الاستيستي هي رمزها اي كده كده في كل الحالات. فنقول ان هي بتحسبها ازاي بقى؟ ازاي؟ بنقول لك هاو تو ميجر، هاو تو كالكوليت برايس الاستيستي اوف ديماند ات بوينت، عند نقطة، عند نقطة معينة. هو يطلب منك يقول لك ايه؟ كالكوليت الاستيستي بوينت او بوينت الاستيستي، مرونة نقطة. تحسبها ازاي؟ هنا بقى القاعدة التانية انك تحسب بيها الاليستيستي، انك تقول كوانتيتي ديماندد بس تجيب فيها مين؟ تجيب التشينج على طول. يعني تجيب التشينج، تجيب التشينج. جميل؟ من غير بيرسنتج، من غير نسبة. يعني تشوف ان الكمية المطلوبة الأول كانت بكام وبعد كده بقت بكام، وتجيب الفرق بينهم، التغير في الكمية المطلوبة. جميل؟ وطبعا التشينج دايما بتجيب مين؟ الجديد ناقص القديم. الجديد ناقص القديم، يعني QD2 minus QD1. دايما تجيب الجديد ناقص القديم. هنشوف ازاي. over change in price. change in price اللي هو اللي change في البرايس، يعني تشوف البرايس الجديد بكام والبرايس القديم بكام وتطرح الاثنين ناقص بعض. يعني مثلا البرايس الجديد كان ب 20، البرايس القديم كان ب 15، دايما عايز اجيب اللي change في البرايس، هات الجديد ناقص القديم، يبقى 20 ناقص 15. جميل؟ تايمز تضرب فيه. تضرب فيه ايه؟ اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت. اللي تحت كان البرايس، يبقى تحط فوق البرايس يبقى بي 1، بس تجيب اهله سعر بي 1، السعر الاولاني اللي هو عند النقطه اللي طالب منك تقيس عندها المرونه بي 1 بس. واللي فوق يبقى تحت، الكوانتيتي ديماند تبقى تحت، يبقى تقول اوفر كيو دي 1، اوفر كيو دي 1. جميل؟ اهو. يبقى يا جماعه الطريقه الثانيه دي انك تقيس بيها المرونه، اللي هو تقول تشينج ان كوانتيتي ديماند اوفر تشينج ان برايس تايمز P1 over QD1. طبعا لو انت حسبت المرونة بالطريقة دي بنسميها ايه؟ بنسميها point elasticity. point elasticity او point formula. point elasticity او point formula. اهو point E.
بوينت الاستاستي. جميل. الطريقه الثالثه انك يقول لك احسب لي المرونه. احنا عندنا ثلاث طرق. الطريقه الثالثه انك تحسب الاليستيسيتي، انك تحسبها بين تو بوينتس، يعني ما بين نقطتين. يجيب لك رسمه مثلا جراف ويديك نقطتين ويقول لك احسب لي المرونه ما بين النقطه A و B، ما بين نقطتين. تحسبها ازاي دي؟ فبنقول الاليستيسيتي بين تو بوينتس اللي هي بنسميها ميد بوينت اليستيسيتي، اللي هي ميد بوينت يعني في نقطه وسيطه بين نقطتين، اهو بتساوي زي القاعده الثانيه بالظبط بس اختلاف بسيط. انت بتتكلم بين نقطتين فبتعمل ايه بقى؟ تقوم قايل التشينج في الكوانتيتي ديماندد. يبقى الطريقه الثالثه لحساب الاسيستي تقول التشينج في الكوانتيتي ديماندد، اوكي، تشينج ان كوانتيتي ديماندد اوفر تشينج بس مش بيرسنتج، تشينج ان برايس. جميل. تايمز اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت. بس تعمل ايه بقى؟ انت بتتكلم ميد بوينت يعني بين تو بوينتس، فتعمل ايه؟ ما تجيبش بقى برايس واحد، تقوم قايل فوق تحط P1 بلس P2. P1 بلس P2 السعر عند النقطة الأولى زائد السعر عند النقطة الثانية، واللي فوق يبقى تحت. الكوانتيتي ديماند تبقى تحت، بس تحط الكوانتيتي ديماند مين؟ هتقوم قايل كيو دي 1 بلس زائد كيو دي 2 زائد بلس كيو دي 2 اهو. ادي ده القاعده الثالثه لحساب الاستاتستي اللي بنسميها ايه؟ دي بنسميها ميد بوينت فورمولا. دي بنسميها ميد بوينت فورمولا، يعني انا بقيس الاستاتستي عند ميد بوينت بين تو بوينتس، يعني ده ميد بوينت فورمولا. اوكي. طبعا لاحظ ان القاعده الاولى بنستخدمها امتى؟ امتى نستخدم اول قاعده خالص؟ نستخدم اول قاعده خالص اهي دي، نستخدمها لما يكون عطيك التمرين في صورة بيرسنتج، فتجيب التغير اللي حصل في الكوانتيتي ديبندد على نسبة التغير اللي حصل في البرايس، تقسمهم على بعض على طول. القاعدة الثانية والثالثة امتى نحسبهم؟ اللي هو قال لك طلب، قال لك احسب لي البرايس الاستيستي ديماند ات بوينت او ات ميد بوينت. وطبعا نستخدمهم امتى؟ لما يكون عطيك قيم فاليوز مش عطيك نسب. يعني قال لك الكمية المطلوبة كانت كام؟ والكمية المطلوبة بقت كام؟ والبرايس كان كام وبقى كام؟ عطيك فاليوز ارقام مش نسب، يبقى نستخدم القاعده الثانيه والقاعده الثالثه. تمام. تعال نشوف القواعد دي في السلايد الجايه مكتوبه بشكل افضل، وتعال نشوف تمرين على الكلام ده. ادي شباب، ادي الايه، ادي اللي هو الثري فورمولاز، الثري ايكويشنز اللي احنا استخدمناهم في السلايد اللي فاتت، او هاو تو كالكوليت برايس الاستيستي اوف ديماند اي، ازاي نحسب الاستيستي اهو. وي هاف ثري ايكويشنز اور رولز اور فورمولا to measure E to measure price elasticity of demand. The first هو واحدة أول قاعدة، the first formula percentage change in quantity demanded over percentage change in price، أو ممكن نقول إيه؟ نسبة أهو percent، أدي نسبة change، أوكي، delta in quantity demanded in QD over percentage change أهو نسبة percent change in price. ادي اول قاعده. شوف هو قال لك الكوانتيتي ديماند اتغير بنسبه كام والبرايس اتغير بنسبه كام، واقسمهم على بعض. طبعا ده نستخدم القاعده الاولى دي امتى؟ نستخدم القاعده دي لو كان التمرين عطيك نسب، نسبه الكميه المطلوبه اتغير بكام ونسبه البرايس اتغير بكام. جميل. وطبعا الاثنين بيتغيروا عكس بعض، السعر يزيد الكميه المطلوبه تقل، السعر يقل الكميه المطلوبه تزيد. جميل. القاعده الثانيه اللي بنسميها ات بوينت، بوينت فورمولا او بوينت الاستيستي، اهو بنسميها بوينت الاستيستي او بوينت فورمولا. طبعا دي بتستخدمها لما يكون عطيك قيم ارقام نمبرز مش عطيك نسب اهو. بيرس، بص هنا مفيش بيرسنتج بقى اهو. الاستاتستي بتساوي ايه؟ تشينج ان كوانتيتي ديماندد، تشينج ان كوانتيتي ديماند. طبعا خلي بالك اللي تشينج في الكوانتيتي ديماند يتحسب ازاي؟ دايما بيجيب الكميه الجديده اللي هو الكيو دي 2، يعني تجيب كيو 2 جميل ناقص الكميه القديمه. دايما يا جماعه الجديد ناقص القديم، يعني شوف الكميه المطلوبه بقت بكام والكميه المطلوبه كانت بكام، وطرحهم ناقص بعض، الجديد ناقص القديم. اوفر تشينج ان برايس، اوفر تشينج ان برايس. طبعا هنا ما قلتش بيرسنتج، بقول تشينج في برايس. نجيب التشينج في برايس ازاي؟ انك انت اللي هو دلتا بي تجيبه ازاي؟ ده عباره عن البرايس الجديد اللي هو بي 2، يعني البرايس بعد التغيير، ناقص البرايس القديم ماينس بي 1، البرايس قبل التغيير، البرايس اللي ايه؟ قبل التغيير. تمام. تايمز تضربه في مين؟ اللي تحت يبقى فوق، اللي تحت كان البرايس يبقى فوق، نحط البرايس بي 1 بس، البرايس الاولاني بس قبل التغيير، واللي فوق يبقى تحت الكوانتيتي ديماند كانت فوق يبقى تحت، هي بتبقى كيو دي
1 انو كيو دي، يو دي اللي هي الاولى يعني قبل التغيير، قبل ما يحصل تغيير، تمام؟ دي بنسميها بوينت فورمولا. يبقى البوينت فورمولا او بوينت الاستيستي عباره عن ايه؟ ايكوال تشينج ان كوانتيتي ديماندد اوفر تشينج ان برايس تايمز نضربها في بي 1 فوق اوفر كيو دي 1 تحت، اوكي؟ نفس القاعده هي رقم 3، بس دي بنسميها ميد بوينت فورمولا، اللي هو او بنسميها ارك الاستيستي او ميد بوينت فورمولا او ميد بوينت الاستيستي او ارك الاستيستي. يعني ايه؟ يعني بتوين تو بوينتس، انت عندك نقطتين بتقيس المرونه بينهم، هتلاقي القانون بتاع 2 و3 واحد شبه بعض، بس في اختلاف بسيط، لان هنا بتتكلم على نقطتين، يعني بتتكلم على سعرين وبتتكلم على كميتين، فهتعمل ايه؟ هتقوم الاستيستي بتساوي change in quantity demand. طبعا انت قلت اللي change في quantity demand دي يعني مين؟ يعني QD2 ناقص QD1 over change in price. change in price يعني مين؟ يعني P2 السعر الجديد ناقص P1 السعر القديم، اوكي؟ times تعمل ايه؟ تحط فوق السعرين وتجمعهم، السعر عند النقطة الأولى والسعر عند النقطة دي P1 plus P2، وتحت تحط الكميتين عند النقطتين وتجمعهم QD1 plus QD2. جميل. يبقى الميد بوينت فورمولا او الارك الاستيستي او الميد بوينت الاستيستي بتساوي ايه؟ change in quantity demanded over change in price times P1 plus P2 over QD1 plus QD2. تمام. تعال نشوف تمرين نحل بيه الكلام ده مع بعض، بحيث ان انت تبقى الدنيا ايه اسهل، الدنيا مع التمرين بتبقى اسهل بكتير. هو كلام عبيط ومش مستواك. ادي يا شباب اهو، تعال نشوف مع بعض، ادي مثال على الكلام اللي فات دوت اهو، ازاي نطبق بقى دوت. example 1 if a fall in price. بص يا جماعه، لو حصل انخفاض في البرايس باي 5% اعطيك نسب cause a rise. cause a rise يعني ارتفاع في ال quantity demanded in quantity demanded by 10%. calculate the price elasticity of demand. طبعا انت هتقعد تسال نفسك استخدم اهم قاعده من الثلاثه، هو هنا اعطيك percentage و percentage. مين في الثلاث قواعد اللي فاتوا في السلايد اللي فاتت اللي كان فيها بيرسنتج اول قاعده؟ يبقى هنستخدم اول قاعده. يبقى انا لما اجي احسب الاستيستي اهو، قايل له ايه؟ الاستيستي بتساوي بيرسنتج تشينج او التغير النسبي بيرسنتج تشينج ان كوانتيتي ديماندد، اوكي، اوفر بيرسنتج تشينج ان برايس، اوفر بيرسنتج تشينج ان برايس. يبقى على ان التغير النسبي نسبي نسبه اهو، بيرسنتج تشينج ان برايس. جميل. طيب فانا اجيبها ازاي من المعطيات اللي هو عطاها لي؟ هو عطيك في المعطيات بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاول عايز اجيب البرسنتج تشينج في الكوانتيتي ديماندد. قال لك ايه؟ كوز ارايز ان كوانتيتي ديماندد باي 10%. يبقى هنا الكوانتيتي ديماندد زادت، طبعا زادت، يبقى هنا التغير بوزيتيف، فانا عشان كده اللي انا حاطط فوق بوزيتيف. بوزيتيف كام؟ 10% اهو، 10% فوق. ليه 10%؟ لان هو اللي قايل لي، قال لي فوق هحط البيرسنت تشينج ان كوانتيتي ديماندد اهو، قال لك كوانتيتي ديماندد التشينج فيها كام بنسبه كام في الميه؟ 10%. يبقى فوق نحط 10% والساين تبقى بوزيتيف. ليه؟ لانه في رايز اوفر بيرسنت تشينج ان برايس. البرايس تحت هنحط فيه التغير النسبي بتاعه بكام؟ قال لك في فول. فول يعني تغير نيجاتيف بالسلب في البرايس باي 5%. يبقى نحط تحت 5% والساين بتاعتنا تكون نيجاتيف. طبعا كانك بتقول 10 على 5 تساوي كام؟ تساوي 2. 10 على 5 تساوي 2 والساين بتاعتك نيجاتيف. نيجاتيف ليه؟ نيجاتيف لانه في ريليشن ما بين البرايس والكوانتيتي ديماند زي ما قلنا قبل كده، كانت نيجاتيف ريليشن شيب اهو. يبقى البرايس الاسيستيف ديماند ايكوال 2 والساين بتاعتها تكون نيجاتيف. طب لو جيت سالتك سؤال، قلت لك ايه؟ قال لك ايه المينينج؟ اكسبلين ذا مينينج اوف برايس الاسيستيف ديماند ايكوال 2. يعني ايه تفسيرك ان البرايس الاسيستيف ديماند ايكوال 2؟ ايه تفسيرك ده؟ معناه يا شباب، بص يا جماعه، انت دايما تفسيرها بيكون موحد. هتقول ايه؟ انه if price increase by 1%. هتقول if price increase by 1%، اوكي، ده تفسير ان هي بتساوي 2. if price increase by 1% 1% هتقول له ايه؟ quantity demanded will decrease. quantity demanded will decrease by كام؟ بالنتيجه اللي طلعت لك. نقول quantity demanded will decrease by 2%. quantity demanded will decrease by 2%. quantity demanded will decrease by 2%. يبقى يا جماعه price elasticity demand equal negative 2، يعني ايه؟ هتقول له معناها لو السعر زاد بنسبه 1% ال quantity demanded will decrease by 2%، اللي هي النتيجه اللي طلعت لك. ممكن طالب مش عاجبه التفسير ده، ممكن يفسرها بطريقه ثانيه. ازاي؟ مش هي العلاقه عكسيه بين ال quantity demanded وال price؟ ممكن الطالب يقول لي if price
decrease by 1%. اهو يعني بدل ما تقول increase تقول لي decrease. البرايس decrease by 1%. جميل. quantity demanded okay will increase by 2%. اهو دايما البرايس بيزيد بنسبه 1%. الكوانتيتي ديماند بتتغير بالزياده او بالنقص بنسبه ايه؟ بالنسبه اللي طلعت لك. يبقى تقول له كوانتيتي ديماند ويل انكريز باي 2%. جميل؟ اهو. يبقى تقول ان السعر قل بنسبه 1% معناه ان الكوانتيتي ديماند تزيد بنسبه 2%. ده الاكسبلانيشن اهو. بص يا جماعه اهو هتطلع برايس ريسيستيف ديماند ايكوال نيجاتيف 2 ومعناها ايه الميننج؟ ات مينز ذات اف برايس ديكريز باي 1% quantity demanding increases by 2%. او ممكن تعكس قلت لك if price increase by 1% quantity demanded decrease by 2%. جميل. ادي ادي التمرين الاول. تعال نشوف التمرين الثاني. تمرين رقم 2 اللي وراه بيقول لك للتاكيد برضه if price rises by 10% rises يبقى هنا الساين بتاعته positive by 10% the quantity demanded fall يبقى الساين بتاعتها هنا ساين ايه negative by 30%. calculate demand elasticity. طبعا انت عشان تحسب الديماند elasticity مرونة الطلب والبرايس elasticity of demand قلنا بتحسبه بالقاعده اللي هي بتاعت انه بتشوف البرسنت تشينج على في الكوانتيتي اوفر برسنت تشينج ان برايس. نسب ده نسب اهم قاعده اللي فيها نسب الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه في القاعده الثلاثه اللي خدناهم من شويه في الثلاث قوانين الاولى هي اللي فيها نسب. يبقى تقول الكوانتيتي ديماند فول باي 30% يبقى تحط لي فوق 30% اللي هو برسنت تشينج ان كوانتيتي ديماندد. اهو percentage change in quantity demanded والساين بتاعتها نيجاتيف. ليه؟ لانه قال فول اوفر percentage change in price. البرايس rises by كام؟ 10%. يبقى تقول قال اوفر 10% اللي هو percentage change in price والساين بتاعته قال لك ايه؟ قال لك rises يبقى الساين بتاعته تكون positive. تمام. طبعا 30 على 10 يعني 3. 30 على 10 يعني 3. 3 ايه؟ 3% اهو او 3. اوكي 3 والساين بتاعتك هتكون ايه؟ نيجاتيف 3. طبعا الاكسبلانيشن معناها ايه؟ هتقول له لو البرايس زاد بنسبه 1% كوانتيتي ديماندد ويل ديكريز باي 3%. اوكي هتقول له لو السعر زاد بنسبه 1% الكوانتيتي ديماندد هتقل بنسبه 3%. او تعكس لو البرايس ديكريز باي 1% quantity demanded increase by 3%. المهم السعر يتغير ب 1% زياده او نقص، الكميه المطلوبه تتغير في الاتجاه المعاكس بالنتيجه اللي طلعت لك 3%. اوكي؟ ادي التمرين الثاني. تعال نشوف التمرين اللي بعد كده بقى لو في values، لو هنستخدم القاعده بتاعت البوينت والميد بوينت elasticity. ادي يا شباب تمرين ثاني فيه values بقى هنستخدم فيه القاعدتين الثانيه والثالثه. بيقول لك if price of good x falls انخفض من 10 دولار to 5 دولار. خلي بالك هنا بقى مش عاطيك نسب، هنا عاطيك قيم، يبقى ما ينفعش نستخدم القاعده الاولى. قال لك وذا كوانتيتي ديماندد اوف جود اكس رايزز زادت من 100 تو 300 من 100 ل 300. كالكوليت برايس الستيف ديماند يوزنج بوينت فورمولا ويوزنج ميد بوينت فورمولا. تعالى الاول نستخدمها باستخدام بحساب الايه؟ الانسر بتاعنا باستخدام ايه؟ باستخدام البوينت فورمولا اهو. لو عايز استخدمها باستخدام البوينت فورمولا، فانا عارف انه الاليستيستي لما نيجي نستخدمها بوينت فورمولا بتساوي ايه؟ عباره عن التشينج في الكوانتيتي ديماندد اهو تشينج ان كوانتيتي ديماندد اوكي اوفر تشينج ان برايس تايمز بوينت فورمولا. يعني عند نقطه معينه فانت بتحط ايه؟ تقلب اللي كان تحت يبقى فوق يبقى بي، بس اهله كام سعر؟ سعر واحد بس اللي هو عند النقطه. اوفر اللي فوق يبقى تحت، يبقى تحت على الكوانتيتي ديماند. اهله كوانتيتي ديماند، كوانتيتي ديماند الاولى بس. فانت كطالب شاطر تعمل ايه؟ لازم قبل ما تعمل تشينج او تشينج في البرايس او تشينج في الكوانتيتي ديماند تعمل ايه؟ شوف الاول هو الكوانتيتي ديماند الاولى بكام والكوانتيتي ديماند الثانيه بكام. يبقى انت تعمل ايه بقى؟ تقوم قايل لي هنا اول حاجه البرايس كان الاول 10 بقى كام؟ 5. يبقى انا كده عارف فوق ان بي 1 السعر الاول قبل التغيير كان بكام؟ بي 1 كان بيساوي 10 اللي هو اول سعر اهو ب 10 دولار. جميل؟ وانا عارف انه البرايس الثاني بي 2 بكام؟ ب 5. يبقى تقول له بي 2 بيساوي السعر الثاني، السعر الثاني بكام؟ ب 5. يبقى السعر الثاني ب 5. والكوانتيتي ديماندد رايزز فروم 100 تو 300. يبقى انا اقول له ان الكوانتيتي ديماندد الاولى كانت بكام؟ الكوانتيتي ديماندد الاولى كيو 1
او كيو دي 1 كانت ب 100 اوكي ب 100. والكوانتيتي ديماندد الثانيه بكام؟ الكوانتيتي ديماندد الثانيه الجديده كيو دي 2 او كيو 2 على طول بتساوي 300، بتساوي 300 اوكي. فانا بقى عايز اجيب التشينج، اعمل ايه؟ اقوم اقول له التشينج في الكوانتيتي ديماندد عباره عن التشينج في الكوانتيتي ديماندد بيساوي التشينج في الكوانتيتي ديماند بيساوي الكوانتيتي ديماند الثانيه ناقص الاولى. الثانيه اللي هي بكام؟ 300 ناقص الاولى اللي هي بكام؟ ب 100. ده دايما اهو، يبقى الجديد ناقص القديم، يبقى اقول له 300 اهو اوكي، 300 ناقص 100. 300 اللي هي الكيو دي 2 ناقص 100 اللي هي كيو دي 1 اوفر تشينج في البرايس. البرايس اللي هو ايه؟ اللي هو بي 2 ناقص بي 1، بي 2 ب 5 وبي 1 ب 10. يبقى كانك بتقول لي ايه؟ 5 اللي هو بي 2 ماينس 10 اللي هو بي 1 اوكي، تايمز ايه؟ بي 1 البرايس الاولاني اللي هو 10 اوفر كيو دي 1، كيو دي 1 الاولى الكميه الاولى اللي هي 100. يبقى كانك بتقول لي عباره عن بي 1 اللي هو اهو القاعده 10 فوق على اوفر الكيو دي 1 الكميه المطلوبه الاولى ب 100. طبعا ده معناه اهو ده بيساوي، انت بقى لما تيجي تطرح 300 ناقص 100 بكام؟ 300 ناقص 100 ب 200، 300 ناقص 100 ب 200 اوفر 5 ناقص 10 بكام؟ 5 ناقص 10 ب 5، بس الساين بتاعتك ساين ايه؟ نيجاتيف، تايمز تضرب في 10 على 100 اللي هو الكسر الثاني زي ما هو، مفيش أي مشكلة فيه خالص، 10 على 100 يطلع بكام يا شباب؟ طبعًا أنت كأنك بقى بتضرب بقى اللي فوق تضربهم في بعض، يعني كان بتقول لي 200 في 10 فوق يبقى يطلع لك بقى 2000، 2000 فوق أهو 2000 على 5 في 100 ب 500، والساين بتاعتك نيجاتيف 500 والساين بتاعتك نيجاتيف. هي كانت بتقول لك 2000 على 500 بكام؟ ب 4، والساين بتاعتك تكون نيجاتيف 4، يبقى تقول ايكوال نيجاتيف 4. ادي يا شباب اهو ايكوال نيجاتيف 4، ادي البرايس الاسيستيف ديماند بتساوي سالب 4، ده اد بوينت، اد بوينت تمام. طب لما نيجي نقول اند ذا ميد بوينت فورمولا، الميد بوينت فورمولا القاعده بتاعتها اهي اهو يا شباب، ادي الميد بوينت فورمولا. الجزء الاولاني مفيش تغيير، تشينج في الكوانتيتي ديماندد اوفر تشينج ان برايس، التغيير في الجزء الثاني ده، اللي فوق يبقى تحت يبقى فوق، اللي تحت كان البرايس يبقى فوق، بس نحط كام سعر؟ سعرين، لان بيقول لك ميد بوينت فورمولا يعني من نقطتين، يبقى تجمع السعرين وتحت على كيو دي 1 بلس كيو دي 2 تجمع الكميتين. جميل. فانت طبعا الجزء الاولاني مفيش تغيير فيه، الجزء الاولاني انت اصلا جبته قبل كده اهو، اللي هو ده هو موجود في الميد بوينت، هو نفسه عند البوينت. يبقى كانك بتقول لي ايه؟ الاليستيستي بتساوي خد النص الاولاني زي ما هو، يعني بتقول لي 200 على 5 احنا حسبناها في الطريقه الاولى، 200 على 5 وطبعا ال 5 تحت الساين بتاعتك نيجاتيف، تايمز مين؟ بي 1 بلس بي 2، بي 1 ب 10 بي 2 ب 5 اجمعهم على بعض، كانك بتقول لي يبقى في 10 زائد 5، 10 بي 1 بلس 5 بي 2 على كيو دي 1 زائد كيو دي 2، كيو دي 1 ب 100 اوكي، كيو دي 2 ب 300. يبقى كانك بتقول لي 100 زائد 300، يعني يا شباب كانك بتقول بالظبط كده، ان انت لما تيجي تجمع وتضرب وتطرح اهو هتساوي 200 على 5 زي ما هي، 200 على 5 ادي النص الاولاني، وطبعا الخمسه الساين بتاعتها نيجاتيف تحت، تايمز كام؟ انت عارف ان 10 زائد 5 بكام؟ ب 15، 10 زائد 5 ب 15 على 300 زائد 100 ب 400، يبقى على 400. طبعا احسب بقى دول كده مع بعض يساوي اهو، يساوي ايه؟ 200 في 15 يعني بنتكلم في ب 3000، بنتكلم ب 3000، يبقى فوق 3000، فوق هنحط 3000 على 5 في 400 يعني بنتكلم على 2000، 2000 تحت والساين بتاعتهم نيجاتيف، يعني كأنك بتقول 3000 على 2000
يطلع كام؟ يطلع 1.5، يطلع 1.5، 1.5، 1.5. طبعا 1.5 والساين بتاعتك بتكون نيجاتيف. دايما الساين بتاعت البرايس ريسيستيف ديماند بتساوي نيجاتيف ساين، بتكون نيجاتيف ساين. تمام، يبقى يا جماعه بتساوي 1.5، وده بنسميها ايه؟ بنسميها ميد بوينت فورمولا، او ميد بوينت الستيستي، او ارك الستيستي. اتس اوكي، ارك الستيستي وات ايفر. اوكي، ادي اعتقد الدنيا سهله، ما فيهاش اي مشكله خالص. عشان تبقى انت متخيل كل حاجه وكل التمارين وكل الاشكال وكل الاسئله بتيجي ازاي، تعال نشوف مع بعض. ادي بيقول لك given the following graph، في الرسم اللي عطولك ده، وقال لك طالب منك مطلوبين. المطلوب الاول calculate price elasticity of demand at point A. at point A بنستخدم القاعده الثانيه اللي هي point formula، point elasticity اللي هو عند نقطه. جميل. واثنين calculate price elasticity of demand between A and B. between A and B ده اللي هو القاعده الثالثه اللي هو mid point formula، او اللي بنسميها arc elasticity، ما بين نقطتين. جميل. تعال نستخدم الاول القاعده ايه اللي هي الاول رقم واحد، اللي هي calculate price elasticity of demand at point A، عند النقطه ايه. انا اعمل ايه بقى عشان احسب الاستيستي عند البوينت ايه؟ الاول لازم احدد هو انا B1 هو مين. انا هنا P1 هو البرايس عند النقطه اللي طالبنا احسب عندها. P1 اللي هو مين اهو. بص يا جماعه، عند بوينت A البرايس بكام؟ البرايس ب 15. يبقى يا جماعه انا هنا طالب احسب لك عند النقطه ايه اللي هي البرايس بتاعها ب 15. جميل. وعند البوينت ايه الكوانتيتي ديماندد بكام؟ ب 50. يبقى انا اقول له الكوانتيتي ديماندد بتاعتي كيو دي اهو، كيو دي هنسميها كيو دي 1 اللي هي عند البوينت ايه اللي طالب احسبها، بتساوي كام؟ بتساوي 50. جميل، كيو دي 1 ب 50. وانا عارف بقى، يبقى انا احط البرايس الثاني، افترض البرايس الثاني بكام، يبقى معنى كده ان البرايس الثاني هو البرايس اللي عند النقطه دي. البرايس الثاني بكام؟ ب 10. اهو البرايس الثاني ب 10، اهو البرايس الثاني بقى ب 10. وانه الكوانتيتي ديماندد الثانيه بكام؟ الكوانتيتي ديماندد الثانيه اللي هي الكوانتيتي ديماندد عند النقطه بي بكام؟ ب 200. اهو الكوانتيتي ديماندد عند النقطه بي بكام؟ ب 200 تحت اهي. يبقى انا اقول له كيو دي 2 ب 200. طبعا انا لو انا عملت كده هعرف اجيب التشينج بسهوله جدا. طبعا انا عايز اجيب الاول الاد بوينت، يبقى نقول بوينت فورمولا، بوينت فورمولا بتساوي التشينج في الكوانتيتي ديماندد. الكوانتيتي ديماندد التشينج فيها بيساوي ايه؟ بيساوي كيو دي 2 ناقص كيو دي 1. كيو دي 2 بكام؟ ب 200. يبقى فوق نحط كيو دي 2 ب 200 ناقص كيو دي 1. كيو دي 1 بكام؟ ب 50. اهو يبقى انا كده جبت اللي تشينج في الكوانتيتي ديماندد اوفر تشينج ان برايس. تشينج ان برايس يعني السعر الجديد ناقص القديم. يعني السعر الجديد بكام؟ السعر الجديد ب سوري ادي كيو دي 2 200 ناقص 50. اوكي عند 200 كان البرايس 10. اوكي بي 2 ناقص بي 1، يبقى نقول اهو بي 2 سعر جديد 10 ناقص بي 1 15 ناقص ماينس 15 تايمز ات بوينت. بوينت يعني عند الساعه، عند نقطه معينه. فانا اقول تايمز بي 1 اوفر كيو دي 1. بي 1 بكام؟ بي 1 ب 15. اهو انا هجيب بي 1 بس اللي هو عند النقطه ايه. جبت منين ليه؟ جبته ايه؟ هو الايه اللي فوق ات بوينت ايه. يبقى اجيب البرايس عند ايه؟ بي 1 بكام؟ ب 15 اوفر كيو دي 1. اوفر كيو دي 1 بكام؟ كيو دي 1 اللي هو الكوانتيتي ديبندنت عند النقطه ايه بكام؟ ب 50. طبعا لما نيجي نحسبها هنلاقي الكلام ده بيساوي اهو 200 ناقص 50 يعني 150 فوق. تمام، اعلى 10 ناقص 15 يعني 5، بس الساين بتاعتك نيجاتيف. اوكي تايمز 15 فوق على 50 تحت، 15 فوق على 50 تحت. اضرب بقى اهو، اضرب بقى 150 في 5 على 55 يطلع بكام؟ هيطلع الكلام دوت، انا برضه عشان الارقام، يطلع الكلام ده ب نيجاتيف 9 اهو، يطلع ب نيجاتيف 9 اهو. لازم تطلع البرايس للسيسيف ديماند بنيجاتيف، تطلع بنيجاتيف 9. جميل. طب المطلوب الثاني بيقول لك كالكوليت برايس للسيسيف ديماند بتوين اي ام بي. هنعمل ايه؟ هنستخدم نفس القاعده، هي بس هي القاعده الثالثه اللي هي بتاعت ارك الاستيستي، او اللي هي ميد بوينت الاستيستي، اللي هي ايه؟ ان هو نفس الجزء الاولاني هو مفيش اختلاف.
changing quantity demanded over change in price times، بس بدل ما نحط فوق سعر واحد هنحط سعرين ونجمعهم، يعني P1 plus P2، وبدل ما نحط تحت كمية مطلوبة واحدة نحط كميتين تحت، يبقى QD1 plus QD2. يبقى نقول له المطلوب التاني رقم اتنين هنجيبه ازاي؟ هنجيبه نقوم قايل اللي هو عبارة عن change في الكوانتيتي ديماندد، اوكي change في الكوانتيتي ديماندد اللي هو جبناه، احنا جبناه اوريدي بكام؟ 150 على 5 اهو، يبقى له 150 على 5، وطبعا 5 تحت كانت الساين بتاعتهم كانت ساين نيجاتيف، تايمز تايمز هنا بنتكلم بتوين اي ام بي، انا هجيب السعرين بتوع اي وبي واجمعهم على الكميتين بتوع اي ام بي واجمعهم، يبقى نقول فوق 15 زائد 10، 15 زائد 10 اهو 15 اللي هو البرايس بي 1 و10 برايس بي 2 نجمعهم مع بعض اوفر كوانتيتي ديبندد كيو دي 1 بلس كيو دي 2 يعني 50 بلس 200، 50 ده الكيو دي 1 و200 ده الكيو دي 2، يطلع طبعا حصل الجمع وحصل الضرب والكلام ده كله، ده يطلع بكام في الاخر؟ يطلع الكلام ده اهو يطلع بنيجاتيف 3، يطلع بنيجاتيف 3. طبعا نيجاتيف 3 ده بنسميه اللي هو الميد بوينت الاستيستي او ارك الاستيستي، تمام؟ اعتقد الدنيا سهله ما فيهاش اي مشكله خالص. بص يا شباب ادي وات داز ات مين؟ ايه معنى ان الديماند برايس الاستيستي وديماند ايكوال 2 والساين بتاعتها نيجاتيف، نيجاتيف 2؟ ده معناه اتفقنا دايما هنفترض ان البرايس بيتغير ب1%، ده ثابت. الكوانتيتي ديماند بتتغير بالرقم اللي هو بيطلع لك بتاع الحساب بتاع البرايس الاسيستي ديماند، يعني بتقول ايه؟ يبقى نقول if price rises by 1% by 1% هتقوم قايل ايه؟ quantity demanded falls by بالنتيجه اللي اعطاها لك by 2% باي 2%، اوكي اهو. يبقى دايما هتفترض ان ده ثابت ب1% والكوانتيتي ديماندد بتتغير بالنسبه اللي هو عطاها لك، تمام؟ او ممكن الطالب ما يعجبوش، يعني واحد يقول لك ايه ما هوش العلاقه عكسيه، في طالب يقول لك ايه؟ يقول لك لو البرايس ديكريزز، اف برايس ديكريزز باي 1% كوانتيتي ديماندد انكريزز باي 2%، صح الاثنين صح مفيش مشكله خالص، المهم انك تخلي واحد عكس اتجاه الثاني اهو. ات مين ذات وين برايس رايزز باي 1% كوانتيتي ديماندد فولز باي 2%، اوكي other things equal. وممكن تعكس، ممكن تقول لي if price decreases بدل rises تقول لي falls by 1% quantity demanded rises by 2%، الاثنين صح other things being equal. طيب تاني واحد اهو، ايه معنى what does it mean demand price elasticity equal 0.5 والساين بتاعتها نيجاتيف، ده معناه هتقول معناه ايه؟ if price rises by 1% لو price rises by 1% what will happen to the quantity demanded؟ هتقوم قايل quantity demanded falls or decreases by بالنتيجة اللي عطالك كام؟ 0.5 جميل؟ لو السعر زاد ب1% الكمية المطلوبة تقل ب0.5% by 1% quantity demanded falls by 0.5%. طب التالت واحدة اهو، ايه معنى ان البرايس الاسيستيف ديماند ايكوال زيرو؟ ايكوال زيرو برضه بص بلاش هبد الله يخليك مستر هبوده بلاش تهبد، يعني التزم بالايه بالاكسبلانيشن. هتقول له ايه؟ ده معناه if price rises by 1% لو price rises by 1% اوكي هتقوم قايل ايه؟ quantity demanded decreases by 0% quantity demanded decreases by 0%، دايما quantity demanded بتتغير بالنتيجه اللي طلعت لك اهو. if price rises by 1% quantity demanded falls by 0% other things being equal. طبعا ممكن تعكس تقول if price falls by 1% quantity demanded rises by 0%، جميل. خلي بالك في ملحوظه في غايه المهمه، ملحوظه هامه بغباء جدا خالص قوي، في ملحوظه مهمه جدا، ما هي ملحوظه دبل مزدوجه. الملحوظه الاولى دايما لاحظ لما جينا نحسب البرايس الاسيستي ديماند طلعت الساين بتاعتها دايما ايه؟ نيجاتيف. لازم البرايس الاسيستي ديماند ساين شود بي نيجاتيف، ماست بي نيجاتيف، اولويز نيجاتيف. واي؟
weak because due to the negative relationship between the price of any good and its quantity demanded. احنا قلنا ان العلاقه بين الكوانتيتي والبرايس دايما نيجاتيف. The law of demand. البرايس والكوانتيتي ديماندد العلاقه نيجاتيف. البرايس يزيد الكوانتيتي ديماندد تقل. البرايس يقل الكوانتيتي ديماندد تزيد. فالعلاقه بينهم نيجاتيف عشان كده لازم تكون البرايس الاستيستي اوف ديماند ايكوال نيجاتيف ساين. ما طلعتش نيجاتيف خليها نيجاتيف. اوكي؟ اهو. The sign of E in the price elasticity of demand must be negative. ليه؟ Due to the negative relationship between QD and the price. جميل؟ طيب يبقى لازم لما تيجي تحسبها تطلع نيجاتيف، بس خلي بالك لما تيجي تقارن بين البرايس elasticity of demand عند نقطتين هل تقارن وتاخد في اعتبارك الساين؟ لا، لما نيجي نقارن ما بين برايس elasticity of demand عند نقطة A ونقطة B قارن بين الايه؟ بين الابسولوت فاليو القيم المطلقة without taking into consideration the sign we neglect the sign we ignore the sign okay احنا we disregard the sign احنا ما بناخدش الساين في الاعتبار. بمعنى لو جيت تمرين حسبت البرايس الاسيستي ديماند عند بوينت A وطلعت ان هي نيجاتيف 5 جميل، لكن لما جيت حسبت البرايس الاسيستي ديماند عند نقطه اسمها B وطلعت انه هي بتساوي equal 10 والصاين بتاعتها برضه نيجاتيف. الطبيعي لما تقارن الطبيعي ان القيمه الاقل واشارتها نيجاتيف بتكون اكبر في الحقيقه، يعني المفروض ان مين البرايس الاسيستي ديماند اكبر؟ لو خدت الصاين في الاعتبار هتقول لي برايس الاسيستي ديماند ا بوينت A is bigger than greater than price elasticity demand at point B عند A اكبر من B، لكن انا بقول لك لما تيجي تقارن ما تاخدش الصاين في الاعتبار، اشطب الصاين. يبقى لما نيجي نشطب الساين مين اكبر 5 ولا 10؟ طبعا 10. يبقى برايس الاسيستي اوف ديماند ات بوينت بي بيجر ذان برايس الاسيستي اوف ديماند ات بوينت اي. يبقى يا جماعه لما نيجي نقارن هل ناخد الساين في الاعتبار؟ لا. يبقى when we compare between price elasticity of demand at two points we don't take into account the sign we neglect the sign okay we only compare between the absolute value ناخد القيمه المطلقه يعني 10 و5 مالناش دعوه بالساين. جميل اهو. When we compare, لما نيجي نقارن the value of elasticity from one point to another point, we neglect the sign. ما بناخدش الساين. We use the absolute value of elasticity. يعني بنقارن بين 5 و 10. لكن مش بقارن ما بين سالب 5 وسالب 10. اوكي؟ تعالى نشوف بقى مع بعض يا جماعه الـ different shapes of the demand curve. احنا طبعا من اول الترم لغايه دلوقتي رسمنا الـ demand curve بشكل واحد، ايه هو؟ ان احنا بنرسمه بالشكل النيجاتيف ده. احنا بنرسم الـ demand curve كنا بنحط تحت الـ quantity demanded لو تفتكروا، وفوق بنحط الـ price، وكنا بنرسم الـ demand curve بالشكل ده، مظبوط؟ وكنا بنقول ان في علاقه عكسيه بين الـ price والـ quantity demanded، يعني لما الـ price اهو ادي الـ price هنا، فادي الـ quantity demanded كانت هنا. لكن لو البرايس زاد ايه اللي بيحصل؟ لو البرايس طلع لفوق يعني البرايس بتاع السلعه في الماركت بقى هنا، ايه اللي بيحصل في الكوانتيتي ديماندد؟ كوانتيتي ديماندد بتقل، صح؟ فكان ده شكل الديماند كيرف. سؤال، هل شكل الديماند كيرف ليه شكل واحد زي ما احنا ما رسمناه قبل كده؟ لا. بصوا يا جماعه وي هاف فايف شيبس اوف ذا ديماند كيرف، عندنا خمس اشكال للديماند كيرف. How many shapes we have? We have five shapes. How many shapes we have for the demand curve? We have five shapes of the demand curve. عندنا خمس أشكال مختلفة للديماند كيرف، مش شكل واحد بس زي ما كنا بناخد في المحاضرات اللي فاتت، لا احنا عندنا خمس أشكال. وممكن نزودهم كده نقول ايه؟ five shapes plus one. بص كأنك بتكتب معايا كأننا في المحاضرة، نسميه five shapes plus one، يعني خمس أشكال زائد واحد، يعني ايه خمس أشكال؟ خمس أشكال زائد شكل زيادة هنجمع فيه الخمس أشكال في رسم لوحدها. يعني كأن عندنا ست أشكال، جميل؟ طب هو شكل الديماند كيرف بيختلف من شكل للتاني من الخمس أشكال بناء على إيه؟ بناء على قيمة البرايس إلستيستي أوف ديماند، يعني لما حضرتك تحسب البرايس إلستيستي أوف ديماند لو طلعت معاك بتساوي واحد، الإلستيستي الإي بتساوي واحد، هتلاقي إن الديماند كيرف ليه شكل معين. لكن لو حسبت البرايس إلستيستي أوف ديماند طلعت زيرو، طلعت بتساوي زيرو، هتلاقي الديماند كيرف ليه شكل تاني. لو طلعت معاك اقل من الواحد هتلاقي فيه شكل تالت للديماند كيرف. لو طلعت الاليستيستي مور ذان 1 هتلاقي شكل رابع طلع معاك. لو طلعت الاليستيستي حسبتها طلعت انفينيتي، طلعت ما لا نهايه، هتلاقي شكل خامس. فبص يا جماعه احنا عندنا خمس اشكال للديماند كيرف،
بناء على ايه؟ بناء على قيمه البرايس اليستي وديماند اي. فتعالى بقى نشوف مع بعض كل شكل من اشكال الديماند كيرف الخمسه، وقلت لك بلس 1 هناخده في الاخر، نجمع الخمس اشكال دول في ايه؟ في شكل كده مجمع. تعالى نشوف الخمس اشكال دول بناء على قيمه الاي. اول شكل بنقول اف برايس اليستي وديماند ايكوال زيرو، افرض حسبت البرايس اليستي وديماند طلعت بتساوي زيرو، هنلاقي الديماند كيرف ليه شكل معين، شكله ايه؟ هنعرف دلوقتي. بس الاهم انك تعرفه جنب الشكل ده، تعرف ان الديماند كيرف في الحاله دي بنسميه ايه؟ بنسميه perfectly inelastic demand curve. يبقى لو البرايس للسيستم ديماند ايكوال زيرو، الديماند كيرف بيطلق عليه ايه؟ منحنى الطلب في الحاله دي بنسميه ايه؟ بنسميه perfectly inelastic demand curve. يعني ايه perfectly inelastic demand curve؟ يعني منحنى طلب عديم المرونه. عديم المرونه اهو، بصوا يا جماعه، if price elasticity of demand لو الـ E اهو بتساوي زيرو، في الحالة دي بنسمي الديماند كيرف اسمه ايه؟ اسمه perfectly inelastic demand curve، عديم المرونة. طب نرسم الديماند كيرف عديم المرونة ازاي؟ نرسمه، بص يا جماعة، ادي البرايس اهو في المحور الرأسي، والكوانتيتي ديماندد على المحور الأفقي، وتيجي ترسمه بياخد، لازم يكون شكله واخد الشكل ده، الشكل الفيرتيكال اهو. الديماند كيرف بيكون شكله فيرتيكال، شكله بيكون شكل رأسي اهو، خط رأسي بيوازي الايه؟ المحور الرأسي بتاع البرايس اهو. فالديماند كيرف في الحاله دي بنسميه بيطلق عليه فيرتيكال ديماند كيرف، بنسميه فيرتيكال ديماند كيرف اهو. يبقى امتى الديماند كيرف يكون فيرتيكال؟ الديماند كيرف يكون فيرتيكال اهو، فيرتيكال لما يكون البرايس اليستي ديماند ايكوال بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. وفي الحالة دي بنسميه يا جماعة، بنسميه perfectly inelastic demand curve، منحنى طلب عديم المرونة. جميل؟ طب واحد يقول لي، طب ده ايه معناه؟ ايه الميننج بتاع ان ال price elasticity demand equal zero وان هو perfectly inelastic demand curve؟ ده معناه يا جماعة ان ال quantity demanded عديمة الإحساس، عديمة المرونة، ما بتتأثرش، doesn't respond to any change in price، ان مهما ال price اتغير ال quantity demanded مش هتتغير، هتفضل ثابتة، will stay constant. ازاي؟ يعني افرض حضرتك نزلت تشتري السلعة من الماركت الشهر ده، لقيت ان البرايس بتاع السلعة بي 1، حضرتك هتلاقي ان الكوانتيتي ديماند اللي انت بتشتريها شكلها ايه؟ اهو الكوانتيتي ديماند لما تخبط في الديماند كيرف تلاقيها عبارة عن كيو دي 1. جميل؟ طب افرض الشهر اللي جاي، الشهر اللي وراه، نزلت تشتري السلعة من السوق، لقيت ان سعر السلعة في السوق بي 2، سعرها زاد، هتلاقي نفسك بتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك بتشتري نفس الكميه المطلوبه، هي الكوانتيتي ديماندد ويل نوت تشينج. ويل نوت تشينج يعني ايه؟ ويل ستي كونستانت اهو. بص يا جماعه، الكوانتيتي ديماندد ثابته ما تتغيرش، برغم ان السعر حصل فيه ايه؟ رغم ان السعر زاد. الشهر اللي بعديه نزلت اشتري من الماركت سلعه، لقيت ان السلعه دي سعرها زاد بقى بي 3، هل الكوانتيتي ديماندد هتتغير؟ لا، الكوانتيتي ديماندد ويل ستي كونستانت رغم ان البرايس زاد. واحد يقول لك، هو في الطبيعه سلعه مهما السعر زاد الكوانتيتي ديماند بتفضل ثابته؟ اقول لك مثال زي ايه الكلام ده. الاكزامبل المشهور اللي هو زي ايه يا جماعه؟ الاكزامبل المشهور نقول زي فيري نيسيسري جودز. بص، ما قلتلكش نيسيسري، قلت لك ايه؟ فيري نيسيسري، فيري نيسيسري جودز، السلع الغايه في الضروريه، فيري نيسيسري، سلعه مش بس ضروريه، مش نيسيسري، لا انا قلت لك ايه؟ very necessary goods. زي ايه very necessary goods؟ او زي very necessary goods and الجود دي don't goods that don't have any substitutes، وملهاش بديل. يعني انت مضطر انك تشتريها، والسلعه دي غايه في الضروريه، هتشتريها زي يعني هتشتريها، ومهما سعرها زاد مضطر انك تشتريها. زي اديني مثال زي ايه السلع very necessary goods، او السلع اللي هي goods that don't have any substitutes، ملهاش اي بدايل. والنوع ده من السلع يا جماعه الكوانتيتي ديماند بتاعتها بتفضل ثابته رغم ان البرايس بتاعها بيزيد، انت ما تقدرش تستغنى عنها، انت لازم تجيبها والا حياتك هتموت، انت هتنتهي حياتك. زي ايه؟ لايف سيفنج ميديسنز، الادويه المنقذه للحياه، زي الادويه بتاعت الكانسر، ادويه الكانسر لا قدر الله، زي الادويه بتاعت السكر. السكر مثلا العلاج الوحيد ليه هو الانسولين. الانسولين يا جماعه، الانسولين ده يعتبر لايف سيفنج ميديسنز، ادويه منقذه للحياه بالنسبه اللي عندهم سكر. مريض السكر ملوش علاج غير الانسولين.
الانسولين هو ده العلاج الوحيد ليه، فهو لو ما خدوش لا قدر الله يموت. فلا قدر الله واحد بنته او ابنه عندهم كانسر، عنده انسولين، راح يشتري الدواء من الصيدليه لان سعر الدواء 100 جنيه الشهر ده، والدكتور قال له لازم كل شهر عشان ابنك طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى عشان يفضل على قيد الحياه لازم كل شهر تجيب له علبه من الدواء ده. فالاب هيدفع 100 جنيه في العلبه. جميل. الشهر اللي بعده الدكتور قال لازم تجيب نفس العلبه، نزل يشتري الاب العلبه لقى ان الدواء ثمنه بقى 500 جنيه. انت لو مكانه لا قدر الله ربنا يحفظنا جميعا هتشتري ولا مش هتشتري؟ هشتري، هشتري نفس الكميه. الدكتور قال لي هات له علبه كل شهر والعلبه دي فيها 30 حبايه كل ما ياخد حبايه، فرغم ان الدواء بقى ب 500 جنيه هشتري نفس العلبه هي هي. يبقى الكوانتيتي ديماندد ويل نوت ريسبوند تو ذا تشينج ان اتس برايس، البرايس مهما اتغير زاد انا بشتري نفس الكوانتيتي ديماندد. الشهر اللي بعديه لقيتنا السلعه دي بقت ب 2000 جنيه، دي حياه او موت لابني او بنتي فهضطر اشتريها. يبقى معنى كده ايه؟ ان مهما الدواء ثمنه زاد هعمل ايه؟ ال quantity demanded will not change, stay constant, doesn't respond to change in its price. جميل. يبقى يا جماعه ده اللي هو الحاله الاولى، شكل الديماند كيرف بيكون شكله ايه؟ vertical. امتى يكون شكله vertical؟ لما البرايس للسيستم ديماند ايكوال زيرو، وده بنسميها ايه؟ بنسميه الطلب في الحاله دي اسمه طلب عديم المرونه، اهو بيرفكتلي انيلاستيك ديماند كيرف، منحنى طلب عديم المرونه، ده اسمه، ده معنى كلمه بيرفكتلي انيلاستيك ديماند كيرف. يعني ايه عديم المرونه؟ ات مين ذات ان كوانتيتي ديماندد، كوانتيتي ديماندد doesn't respond to any change in its price. ان البرايس مهما زاد، البرايس مهما علي، انا هضطر اشتري نفس الكوانتيتي ديماندد. مثال لدوت زي ايه؟ زي تقول لي very necessary goods او الجودز ذات دونت هاف اني سبستيتيوتس. زي مين؟ هتقول لي زي لايف سيفنج ميديسنز، زي الانسولين، زي الكانسر ميديسنز، الادويه دي ملهاش بديل، هشتري نفس الكوانتيتي ديماندد مهما سعرها زاد. جميل. طبعا في حاجه مهمه جدا، هل الاليستيستي على طول الديماند كيرف الفيرتيكال اللي هو لما تكون الاليستيستي ايكوال زيرو هل بتتغير؟ لا. بص يا جماعه لو انت حسبت الاليستيستي هنا، الاليستيستي ايكوال زيرو، هنا الاي هتساوي زيرو، الاليستيستي هنا بتساوي زيرو. لو حسبت الاليستيستي هنا، الاليستيستي هنا برضه هتكون بتتغير؟ لا، برضه هتكون بتساوي ايه؟ برضه هتكون بتساوي زيرو. يبقى يا جماعه نفهم من كده ايه؟ ان البرايس اليستيستي اوف ديماند في الحاله دي لما يكون الديماند كيرف فيرتيكال، لما يكون بيرفكتلي انيلاستيك ديماند كيرف، price elasticity of demand will not change. will not change يعني stay constant. خلي بالك عشان دي ملحوظه مهمه جدا بتيجي في الامتحانات. يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ يقول لك sometimes في بعض الاحيان price elasticity of demand stay constant along the demand curve، تفضل ثابته على طول منحنى الطلب. اه فعلا. امتى؟ هتقول له من ضمن الحالات دي sometimes، اقول له زي في حاله انه price elasticity of demand equal zero لما يكون الديماند كيرف vertical. لما يكون vertical الالستيستي هنا بتساوي الاليستيستي هنا بتساوي الاليستيستي هنا بتساوي زيرو. يبقى لما يساوي زيرو الديماند كيرف بيكون شكله ايه؟ فيرتيكال. طبعا تعالى نشوف الكلام دوت، هوريه لك مره ثانيه في السلايد الجاي. يبقى ده اول شكل، ادي اول شكل من اشكال الديماند كيرف اهو يا جماعه، بيكون شكله ماله؟ شكله فيرتيكال اهو، شكله فيرتيكال. امتى يكون الديماند كيرف فيرتيكال؟ قاعده عامه، ده لما يكون الاليستيستي ايكوال زيرو. وفي الحالة دي بنسميه ايه؟ بنسميه perfectly inelastic demand curve، منحنى طلب عديم المرونة. أهو لاحظوا يا جماعة إن الكوانتيتي ديماند هنا مالها؟ كونستنت، ثابتة. حضرتك مهما البرايس اتغير، مهما البرايس كان هنا، أوكي؟ البرايس لو زاد هل الكوانتيتي ديماند ريسبوند ولي تشينج؟ لا. أهو البرايس، بصوا يا جماعة لو البرايس زاد بقى عند بي 2، بصوا الكوانتيتي ديماندد ويل ستاي كونستانت، الكوانتيتي ديماندد هتفضل ثابته زي ما هي، مفيش اي تغيير بالمره. يبقى معنى كده ايه؟ ات مين ذات كوانتيتي ديماندد دازنت ريسبوند، مش بتستجيب تو اني تشينج ان برايس، البرايس عمال يزيد، البرايس يقل، ذا سيم كوانتيتي ديماندد، كوانتيتي ديماندد ويل ستاي كونستانت. جميل؟ طبعا مثال نوع من السلع اللي مهما سعرها زاد او سعرها قل الكوانتيتي ديماندد بتفضل ثابته هو الفيري نيسيسري جودز، السلع الغايه في الضروريه. ال هي goods that don't have any substitutes، زي مين؟ life saving medicines، الادويه المنقذه للحياه، such as insulin او cancer medicines. ادي بيكون شكله vertical. يبقى ده اول شكل. تعالى نشوف الشكل الثاني لما يكون price elasticity of demand less than 1، يعني اقل، هي اكبر من الصفر بس less than 1. تمام؟ في الحاله دي هنشيل كلمه perfectly ونسميه inelastic demand curve على طول، دي الحاله الثانيه هنشوفها مع بعض في السلايد اللي جاي. تعالى نشوف الشكل الثاني، الشكل الثاني هو بيقول لك
ان البرايس الاسيستي ديماند للزان 1 اقل من الواحد. لو حسبت الاسيستي بالقوانين الثلاثه اللي في الاول طلعت ان هي اقل من الواحد، طلعت اقل من الواحد. في الحاله دي احنا بنسميه ايه؟ في الحاله دي الديماند كيرف يطلق عليه اسمه انيلاستيك ديماند. انيلاستيك ديماند يعني منحنى طلب قليل المرونه او غير مرن. جميل، انيلاستيك يعني غير مرن او قليل المرونه. يعني ايه غير مرن؟ قليل كلمه لانه اقل من الواحد. يعني ايه؟ يعني انا حبيت اعمل مقارنه بين البيرسنت تشينج، اهو مقارنه بين البيرسنت تشينج في الكوانتيتي والبيرسنت تشينج في البرايس، التغير النسبي في البرايس والتغير النسبي في الكوانتيتي. بيرسنت تشينج في البرايس، لقيت مثلا نفترض ان البرايس ارتفع بنسبه 10%، لو البرايس زاد بنسبه 10% المفروض ان الكوانتيتي ديماند دي يحصل لها ايه؟ تقل. المفروض ان الكوانتيتي ديماند تقل، تقل بس بنسبه ايه؟ تكون نسبه اقل، عشان كده اسمها less than 1. هتكون اهو بيرسنت تشينج ان كوانتيتي ديماند less than بيرسنت تشينج ان برايس. جميل؟ اهو فده معناه less than 1 يعني ايه؟ انك لما تيجي تقارن اتنين زاد بيرسنت تشينج ان كوانتيتي ديماند، لما نقارنها بالبيرسنت تشينج في البرايس هنلاقي ان هي less than. اهو يعني لو برايس اتغير بنسبه 10% خليك واثق ان في الحاله دي الكوانتيتي ديماند هتقل، هتقل بس بنسبه اقل من 10%، يعني ممكن تكون 2% 3% ايا كان، بس المهم نسبه اقل من كام؟ من 10%، 5% 6% 1%، لكن عمرها ما هتوصل ل 10%. يبقى البيرسنت تشينج ان كوانتيتي ديماند هتكون مالها less than بيرسنت تشينج ان برايس. جميل؟ طبعا واحد يقول لي طب هو شكل الديماند كيرف لما نيجي نرسمه هيكون شكله عامل ازاي؟ في الحاله دي يا جماعه بيبقى اسمه شكله ستيب. يعني ايه ستيب؟ بص حضرتك، شفتوا الديماند كيرف الاولاني في الحاله واحد كان شكله فيرتيكال، كان شكله رأسي. انت هتعمله شبهه شويه بس تخليه ايه؟ الانحدار بتاعه هيكون انحدار شديد الانحدار. شديد الانحدار يعني بص اللي هو ايه؟ اللي هو يعني لو حطيت البلي عليه تنزل جري. بص يا جماعه اهو، بص لك ادي ادي شديد الانحدار، هو قليل المرونه انيلاستيك ديماند لكنه شديد الانحدار. ازاي؟ هترسم الديماند كيرف كانه واقف شويه اهو. بص ادي الديماند كيرف، الديماند كيرف بياخد المنظر ده، وفي الحاله دي بنسميه ايه؟ بيطلق عليه اسمه ستيب، اسمه ستيب، شديد الانحدار. شديد الانحدار ازاي؟ انت حضرتك لو حطيت بليه هنا فوق، ده افترض دي عماره يا دوبك مايله سنه بسيطه، حاجه بسيطه جدا، لما تحط البليه فوق تنزل ايه؟ تنزل جري، تنزل بسرعه، هتنزل متدغدغه. كنت بقول في المحاضره للطلبه قلت لك لو بتهزر مع واحد صاحبك فوق بتعزه جدا ورحت عملت له كده ايه، نغسته كده بايديك، هينزل من فوق تحت. هينزل ايه يا جماعه؟ هينزل من تحت ايه؟ متدغدغ حتت، متكسر حتت، هينزل بص هينحدر بسرعه لا تتخيل. اوعى تعمل كده طبعا. تمام؟ يبقى ده اسمه ستيب اللي هو بنسميه شديد الانحدار. ده معناه ايه؟ بص يا جماعه اللي خليك واثق في الحاله دي ان التشينج في الـ في الكوانتيتي ديماند هتكون الاقل من البيرسنت تشينج في البرايس. ازاي؟ بص يا جماعه ادي لو البرايس كان هنا عند بي 1، البرايس كان بي 1، بص يا شباب امشي 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 لغايه ما تخبط هنا وانزل تحت هات الكوانتيتي ديماند، ادي الكوانتيتي ديماند كيو دي 1. تمام؟ بصوا لو البرايس زاد، البرايس وصل لهنا اهو ده عند بي 2، لو البرايس زاد ايه اللي هيحصل؟ احنا عارفين ان الكوانتيتي ديماند بتقل، بس خليك واثق في الحاله دي هتقل بنسبه اقل من ارتفاع السعر. بص يا جماعه ادي البرايس بي 2، بص شويه لما خبطت في الديماند، بص انزل تحت كده، بص يا جماعه ايه اللي حصل؟ لاحظوا ان الكوانتيتي ديماند فعلا قلت، بس قلت بنسبه ايه؟ بنسبه اقل. بص يا جماعه الحته التغير في الكوانتيتي ديماند تحت قليله، لكن التغير في البرايس هو اللي اعلى اهو. عشان كده قلت لك ايه؟ بيرسنت تشينج ان كوانتيتي ديماند less than اقل من percent change in price. جميل؟ السعر اتغير بنسبه مثلا سي 10% اهو، هتلاقي ان الكوانتيتي ديماند بتتغير بنسبه اقل، بنسبه مثلا سي 2% زي ما قلت لك فوق، 3% وات ايفر، المهم نسبه اقل. تمام؟ مثال على الكلام ده، مين السلع اللي لما سعرها يزيد الناس بتشتري منها كميه اقل بس بتقل بنسبه اقل من ارتفاع السعر؟ النسيسري جودز. ما بنقولش فيري بقى نسيسري، هنا بنقول ايه؟ نسيسري جودز. يبقى تكتب كده معايا ايه؟ اكزامبل نسيسري جودز. نسيسري جودز زي مين؟ زي الفود، وطبعا مش اي فود، اللي هو النسيسري فود. زي مين؟ زي مثلا البريد، العيش في مصر، الرايس، الرز في مصر، دي حاجات تعتبر نسيسري جودز. لو سعرها لما سعر الرز او سعر العيش بيزيد بنسبه 10% اهالينا في بيوتنا بيشتروا كميه مطلوبه اقل بس بنسبه اقل شويه. يعني لو السعر زاد بنسبه 20%
الكمية المطلوبة تقل بنسبة مثلا ايه 3% 4% كده يعني، لكن مش هتقل كتير لان دي سلعة ضرورية necessary goods. اوكي، يبقى example هنكتب example زي مين؟ هنقول example necessary goods. يبقى يا جماعة البرايس elasticity والديماند لو less than 1 بيكون شكل الديماند كيرف شكله ايه؟ ستيب. ستيب هتعمله كأنه واقف شوية، العمارة ميلت حتة صغنطوطة جدا، عشان تبين ان لما يحصل ارتفاع في السعر الكوانتيتي ديماند بتقل بنسبة اقل. جميل. طبعا خلي بالك، هل هنا هنقول نفس الملحوظه اللي قلناها في واحد على البرايس الاستيستي ديماند، هل هنا البرايس الاستيستي ديماند بتكون كونستانت على طول الكيرف؟ لا. بص يا جماعه، انت لو حسبتها هنا هتطلع معاك مثلا قيمتها اقل من الواحد 0.9، انا بقول مثال يعني 0.9، لما تيجي تحسبها هنا هتلاقي قيمتها اتغيرت، بس هي لسه لا زالت less than 1 0.8. لما تيجي تحسبها هنا هتلاقي قيمتها لازالت less than 1 بس بقت 0.7. المهم ان في كل الحالات less than 1، بس قيمتها قيمه ثابته ولا متغيره؟ متغيره. يبقى خلي بالنا في الحاله الثانيه دي، لما يكون الديماند كيرف ستيب، وده بيحصل لما الالستيستي less than 1، هنلاقي ان البرايس الالستيستي والديماند مالها يا شباب؟ هتكون will not be constant، will not stay constant along the demand curve، مش هتكون قيمتها ثابته. يعني مش هنلاقي هنا عباره عن 0.9، هنا 0.9، هنا 0.9، لا، هي في كل الحالات هتكون less than 1، بس مره 0.9، مره 0.6، مره 0.7، ومره 0.5، مره 0.4، المهم في كل الحالات اقل من الواحد لكنها بقيم مختلفه. جميل؟ ادي الحاله الثانيه. جميل؟ يبقى اول حاله رقم واحد، لو كانت الالستيستي ايكوال زيرو كان شكله فيرتيكال وكان اسمه بيرفكتلي انيلاستيك ديماند كيرف. الحاله الثانيه اثنين، لو الالستيستي less than 1 بنسميه انيلاستيك ديماند بس، بنشيل كلمة perfectly، ما بنحطش perfectly، اسمه inelastic demand بس. جميل؟ وبتكون في الحالة دي شكله steep، وهنا في الحالة دي ال quantity demanded ال percentage change فيها بيكون less than percentage change in price، وده زي مثال ليها زي مين؟ مثال ليها قلنا زي necessary goods زي البريد وزي الفود. اوكي؟ طيب الحالة الثالثة، ان لو كانت بقى حسبنا ال price ال excessive demand طلعت بتساوي 1 يعني units، فده بنسميه ايه؟ بنسميه unit elastic او يونيتري الاستيك. يعني ايه؟ منحنى طلب مرونت بتساوي الوحده. اهو بصوا يا جماعه، ادي اهو البرايس الاستيستي ديماند ايكوال 1، دي الحاله الثالثه، الشكل الثالث للديماند كيرف ايكوال 1، ايكوال 1 بنسميه يونت الاستيك او يونيتري الاستيك. يعني ايه؟ بيساوي الوحده. الديماند كيرف هنا بيساوي مرونت بتساوي الوحده، بيساوي الواحد. يعني ايه حضرتك في الحاله دي؟ خليك واثق، لو عملت مقارنه بين الـ percentage change في الـ quantity demanded والـ percentage change في الـ price، يا ترى هيكون التغير بيكون شكله ايه؟ بيكون مساوي. التغير النسبي في الـ price بيساوي التغير النسبي في الـ quantity demanded، عشان كده بيساوي الوحدة. يعني ايه؟ يعني الـ price مثلا بتاع السلعة زاد بنسبة 10%. جميل؟ خليك واثق ان الـ quantity demanded هتقل بنفس النسبة، بنسبة كام في المية؟ 10%، بس في اتجاه مختلف، ده زاد ده قل. يعني معنى كده 10 ده 10، يعني الاتنين مالهم يا جماعة؟ بيساوي بعض. جميل؟ طبعا في الحاله دي احنا بنسميه ايه؟ بنسميه برايس الاستيستي ديماند ايكوال 1، بنسميه يونيتري الاستيك، يعني بيساوي الوحده. طب شكل الديماند كيرف بياخده شكله ازاي؟ بيبقى بص يا جماعه شكله ربع دايره. ما تيجي ترسم الحاله دي تحت، هنحط تحت الكوانتيتي وفوق نحط البرايس. هتحط الكوانتيتي والبرايس، لما تيجي ترسمه ترسمه بالشكل ده ربع. عارف لما تيجي ترسم دايره ده ربع دايره؟ بص يا جماعه ده ربع دايره، كانك بترسمه بالشكل ده اهو، كانك بترسم ربع دايره اهو، ما تكملش بقى الدايره كامله. ده بنسميه بيطلق عليه ريكتانجلر هايبربولا، شكل الربع دايره دوت، الربع دايره ده المخروط ده بنسميه ريكتانجلر هايبربولا اهو، بيسموه ريكتانجلر هايبربولا، ريكتانجلر هايبربولا اهو، شكل الربع مخروط ده. جميل؟ ده يا جماعه معناه ان لو حصل تشينج في البرايس بنسبه معينه، اهو البرايس كان هنا والكوانتيتي ديماندد كانت هنا. جميل؟ الكوانتيتي ديماندد كانت هنا، لو البرايس زاد، جميل، وصل كان هنا، هتلاقي ان التشينج اللي يحصل في الكوانتيتي ديماندد ماله مساوي للتشينج اللي بيحصل في البرايس. التغير ده بيساوي التغير ده، عشان كده اسمه يونت او يونيتري. يبقى تاني تالت حاله، تالت رسم، تالت شكل للديماند كيرف، لما البرايس الاسيستيف ديماند حسبتها بتساوي الواحد، ده بنسميه ايه؟ بنسميه واحد يعني يونت، يبقى على طول اسمه يونت الاستيك ديماند كيرف او يونيتري الاستيك ديماند كيرف. ده معناه ايه؟ 2 زاد ان البيرسنتج تشينج في البرايس اكبر من البيرسنتج تشينج في الكوانتيتي ديماندد ولا اقل ولا بيساوي؟ بيساوي بعض. البرايس لو اتغير بنسبه 10%
زيادة أو نقص، الكوانتيتي ديماند هتتغير زيادة أو نقص بنفس النسبة، بنفس النسبة يعني 10%. جميل، ده مثال. وبيكون شكله عامل ازاي؟ شكله ربع دايرة اللي هو المخروط اللي هو بنسميه ريكتانجولار هايبربولا، ترسمه بالشكل ده. جميل؟ طبعا ملحوظة مهمة جدا، هل في الحالة دي البرايس الاسيست ديماند تكون كونستانت ثابتة؟ الاي بتكون ثابتة الونج ذا ديماند كيرف، على طول الديماند كيرف؟ ايوه. حضرتك لو حسبت الاسيستي هنا عند النقطة دي هتساوي هتلاقي بتساوي ايه؟ 1. لو حسبت الاليستيستي هنا هتلاقي بتساوي ايه؟ هتلاقي بتساوي 1. لو حسبت الاليستيستي هنا هتلاقي بتساوي ايه؟ هتلاقي بتساوي 1. يعني البرايس اليستيستي ديماند عند كل النقط بتساوي 1، يعني مالها؟ يعني كونستانت. يبقى خلي بالك لغايه دلوقتي خدنا ثلاث اشكال للديماند كيرف. خدنا كام شكل؟ خدنا ثلاث اشكال. الاليستيستي بتكون كونستانت ثابته في كام حاله لغايه دلوقتي من الثلاثه؟ في حالتين بس. الحاله الاولى لما كانت الاليستيستي ايكوال زيرو اللي هو كان فيرتيكال، وفي رقم ثلاثة الحالة دي لما الاليستيستي ايكوال 1 لما بيكون شكله ريكتانجولار هايبر بولا هنا او هنا او هنا بيساوي الاليستيستي بتكون كونستانت بتساوي 1. تمام؟ طبعا لو جالك سؤال وقال لك ايه؟ قال لك سام تايمز احيانا برايس الاليستيستي اوف ديماند ستي كونستانت الونج ذا ديماند كيرف، احيانا بتكون البرايس الاليستيستي اوف ديماند ثابته على طول الديماند كيرف لها نفس القيمه. اقول له صح. دول في كام حاله لغايه دلوقتي؟ حالتين. حاله واحد اللي هو لما يكون فيرتيكال لما تكون الاستيست ايكوال 0، والحاله 3 لما تكون الاستيست ايكوال 1 اللي هو بنسميه شكله ريكتانجلر هايبربولا. جميل، تعال نشوف الايه الحالتين دول بشكل افضل في السلايد الجايه. ادي يا شباب اهو الحالتين اللي احنا رسمناهم، الحاله الثانيه والحاله الثالثه اهو. ادي الشكل الكامل اهو، برايس الاستيست ديماند ليس ذان 1 بنسميه ايه؟ بنسميه اتفقنا اسمه انيلاستيك ديماند كيرف. وفي الحاله دي لو عملت مقارنه بين البيرسنتج تشينج في الكوانتيتي ديماند والبيرسنتج تشينج في البرايس هيكون البيرسنتج تشينج ان كوانتيتي ديماند ليس ذان بيرسنتج تشينج ان برايس. مثال ليها زي مين؟ مين السلع اللي لما سعرها يزيد بنسبه مثلا سي 10% الكوانتيتي ديماند بتاعتها هتقل بس بنسبه اقل؟ يعني صعب قوي ان انا اقلل بنسبه بنفس النسبه، هتقل مثلا بنسبه 2% 3%. السلع اللي اسمها نسيسري جودز زي مين؟ زي فود، ومش اي فود، ما تقوليش شريمب مثلا، ما تقوليش الجمبري، لا فود اللي هو النسيسري فود زي البريد مثلا، زي الرايس العيش والرز. تمام، بيكون شكله اسمه ايه؟ ستيب. ستيب واخد الشكل ده، العماره مالت سنه بسيطه لسه ما وقعتش، بتسميه شديد الانحدار. حطيت البليه فوق، فوق بليه هنا هتنزل بسرعه جري. جميل اهو، واتفقنا ليه بياخد الشكل ده؟ لو البرايس بي 1 هتلاقي عند تخبط في دوت تلاقي الكوانتيتي ديماند بتاعتك كوانتيتي ديماند 1. جميل، لو البرايس زاد بقى هنا البرايس بقى بي 2 ايه اللي هيحصل؟ طبعا الكوانتيتي ديماند تقل، بس تقل بنسبه اقل اهو. بص يا جماعه، بص البرايس لما زاد الكوانتيتي ديماند قلت، بس قلت بنسبه ايه؟ بنسبه قليله اهو. البرايس زاد بنسبه 10% الكوانتيتي ديماند تقل بنسبه اقل 2%. ده اسمه شكل اسمه ستيب، وده بيحصل لما يكون البرايس الاسيست ديماند ليس ذان 1 زي في حاله النسيسري جود زي الفود البريد الرايس وخلافه. الحاله الثالثه ان البرايس الاسيست ديماند ايكوال 1، ودي في الحاله دي هنقول عليها الملحوظه ان هنا الاليستيستي ستي كونستانت، هتكون كونستانت along ذا ديماند كيرف، هتكون ثابته كونستانت along ذا ديماند كيرف، هتكون ثابته يعني بتساوي واحد على طول الديماند كيرف عند اي نقطه هي نفسها. طبعا 1 يعني يونت او يونيتري، وحده يونيتري الاستيك ديماند كيرف. ده معناه ايه؟ لو حصل تشينج في البرايس مثلا بنسبه 10% خليك واثق ان الكوانتيتي ديماند هتتغير بنفس النسبه بس في اتجاه مختلف. لو البرايس زاد بنسبه 10% خليك واثق ان الكوانتيتي ديماند هتقل بنسبه نفس النسبه 10%. جميل، ده بيكون شكله ايه؟ ريكتانجولار هايبر بولا اللي هو شكل الربع مخروط اللي هو المخروط او الربع دايره، كانك بترسم ربع دايره. جميل، تعال نشوف الشكل الرابع والخامس. احنا قلنا هم خمس اشكال بلس 1، تعال نشوف الشكل الرابع والخامس. طبعا انت بقى بقيت خبره دلوقتي. الشكل الرابع اهم شكل لما تكون الاليستيستي مالها بقى تفتكر؟ المفروض تكون مور ذان 1. حسبتها انا لقيتها مور ذان 1، يعني حسبتها لقيتها 2 3 4 اي قيمه، المهم تكون مور ذان 1. طبعا لو مور ذان 1 هنسميها ايه؟ هنسميه الاستيك ديماند كيرف، منحنى طلب مرن. وهنعرف ان هيكون شكله اسمه شكل فلات، ده الشكل الرابع هيكون شكله فلات. فلات يعني شكله ان هو بنسميه شكله قليل الانحدار، انحداره قليل، البليه تنزل بالراحه. صاحبك لو بتهزر معاه وزقيته يعني هيحصل له خدوش يتعور، لكن مش هيبقى كسور زي الحاله رقم 2 بتاعت الستيب. تعال نشوف الشكل الرابع اللي جاي هنشوفه مع بعض. تعال نشوف مع بعض ادي ايه الحاله اللي هو
الرابعة والخامسة احنا قلنا هما 5 shapes للديماند كيرف، خدنا رقم واحد اللي هو بيكون لما تكون الاستس ايكوال 0 كان شكله vertical، خدنا الحالة 2 لما تكون less than 1 كان شكله steep، خدنا الحالة الثالثة لما تكون الاستس ايكوال 1 كان شكله rectangular hyperbola اللي هو ربع دايرة. تعال نشوف الرابع والخامس. رابعة لما تكون price elasticity of demand more than one, bigger than one, greater than one، هنا بنسميه ايه؟ بنسميه elastic demand، يعني منحنى مرن، طلب مرن اهو. price elasticity of demand more than one، حسبتها لقيتها 5 6 7، اي قيمة من دول تعتبر more than one. جميل. طبعا في الحالة دي لو عملت مقارنة بين ال percentage change في ال quantity demanded وال percentage change in في ال price، خليك واثق ان هنا طالما ان هي more than one يبقى لو حصل تغير في البرايس بنسبة 10% البرايس اتغير بنسبة 10%، خليك واثق ان الكوانتيتي ديماند هتتغير بنسبة ايه؟ نسبة اكبر، نسبة اكبر يعني نسبة 30 40% 50% 20، المهم تكون نسبة ايه؟ نسبة اكبر من التغير في البرايس. يبقى البيرسنت تشينج ان كوانتيتي ديماند في الحالة دي هتكون bigger than more than percent change in price، التغير في البرايس لو السعر اتغير بنسبة الكوانتيتي ديماند هتتغير بنسبه اكبر منها. تمام اهو، it means that percent change in quantity demanded هيكون مالها more than percent change in in its price، يعني السعر اتغير بنسبه 10%. جميل. هتلاقي مثلا زاد بنسبه 10% الكوانتيتي ديماندد هتقل بنسبه اكبر بكتير، نسبه 30% 40%. ليه؟ ليه الكميه المطلوبه تتغير بنسبه اكبر؟ لانه السلعه دي بنسميها سلعه تعتبر سلعه غير ضروريه، unnecessary good. زي ايه unnecessary good؟ مثلا زي السوفت درينكس، اللي هي مثلا السوفت درينكس ما يروحش بالك بعيد يعني، ما يجيش بالك سوفت درينكس دي حاجه وحشه يعني، لا، زي مثلا نقوله زي البيبسي كولا، الكوكا كولا، الشويبس، اي سوفت درينك يجي في بالك، الريد بول راح يعطيكي جوانح، اي حاجه من دول ده سوفت درينكس، ده يعتبر unnecessary good. انت مثلا يوم الخميس كده وماما في اول الشهر قلت لها ماما النهارده بقى الويك اند وعايزين نتفرج على مسلسل ما وراء الطبيعه بالليل في السهره وبتاع بعد امتحانات الميد ترم المهلكه دي، انا اتخنقت خلاص، فماما وانت جايه بالليل هات لنا بقى شويه لب، وانت جايه من فتح الله كده هات لنا معاكي كام حاجه ساقعه وبتاع، فبتقول لك من عنايا حبيبي وانا ليا حد غيرك. ماما راحت فتح الله تجيب الحاجه الساقعه السوفت درينك ودخلت كده على الثلاجه، لقيت ان ال 2 لتر الحاجه الساقعه البيبسي او الكوكاكولا زادت بنسبه 10%. ماما تعمل ايه؟ كانت ناويه تشتري 3 4 ازايز بيبسي، رجعت البيت لقيتها جايبه يا دوبك هي ازازه واحده. ايه يا ماما ده؟ قالت لك معلش يا ابني اصل البرايس بتاع البيبسي زاد بنسبه 10% ودي سلعه تعتبر ان نسيسري، فانا قللت الكوانتيتي ديماند بتاعتنا بنسبه 40% 50% 60%. ليه يا ماما ده؟ اصل دي سلعه ابني ان نسيسري، فدي السلعه دي بتبقى حساسه جدا للتغير اللي في السعر. جميل. طبعا هتلاقي الشكل بتاع الديماند كيرف في الحاله دي شكله عامل ازاي؟ شكله فلات. فلات يعني ايه؟ يعني قليل الانحدار، قليل الانحدار. بصوا يا جماعه اعملوا خلي الديماند كيرف طالع من هنا وتخليه شكله بالمنظر ده اهو، شكله ده بنسميه شكل الديماند كيرف اسمه ايه؟ ما تعملوش هوريزونتال، لا ما تعملوش افق، يعملوا ايه؟ يعملوا ان هو فلات بالشكل ده، بنسميه قليل الانحدار. حطيت البليه هنا في بدايه الكيرف فوق وحذفتها، تنزل ايه؟ تنزل بالراحه. صاحبك بتهزر معايا ورحت زقيته هينزل، اقصى حاجه يعني يحصل له تعويره يتخدش بتاع، لكن يعني مش هيحصل له كسور ولا حاجه يعني. تمام، بنسميه قليل الانحدار. تمام، بنسميه او بيطلق عليه اسمه ايه؟ اسمه فلات اهو. منحنى الديماند كيرف في الحاله دي اسمه ايه؟ بيطلق عليه اسمه فلات، فلات ديماند كيرف. طبعا ده معناه بصوا يا جماعه البرايس لو كان هنا اهو ده بي 1، بص يا شباب بي 1، امشي 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 لغايه ما تخبط في الكوانت في الديماند وانزل تحت هذه الكوانتيتي ديماند اللي هي الكوانتيتي ديماند كيو دي 1. بصوا يا جماعه لو البرايس بتاعك، لو برايس في السلعه زاد، ماما راحت الماركت لقيت ان الحاجه الساقعه السوفت درينكس زادت، تمام، زادت بنسبه 10%، خليك واثق ان الكوانتيتي ديماند هتقل بنسبه اكبر. بصوا يا جماعه الكوانتيتي ديماند بتقل بنسبه اكبر بكتير، ده بيحصل في حاله اهنو سلع، في حاله السلع هتقل بنسبه مثلا سي 30% 40% وات ايفر زي ما قلت لك. جميل اهو، يبقى التشينج بيرسنت تشينج في الكوانتيتي ديماند مالها هتكون اكبر من البيرسنت تشينج ان برايس.
جميل. طبعا ادي ايه ده مثال ليها، زي مين؟ في حاله مين؟ في حاله الانسيسري جودز زي السوفت درينكس، او كمان في حاله اللوكسري جودز. اللوكسري جودز اللي هي السلع، اللي هي السلع الكماليه الترفيهيه زي الكارز والموبايلز. الكارز والموبايلز لما سعرها بيزيد بنسبه 10%، الناس في بلدك بتقلل الكميه المطلوبه منها بنسبه اكبر بكتير من ال 10%. تلاقي المشتريات بتاعت الموبايلات والمشتريات بتاعت العربيات في بلدنا تقل بنسبه 50% 60% 70%، حساسه جدا للتغير في السعر. اهو اكزامبل unnecessary goods such as soft drinks or luxury goods زي الكارز الموبايلز اوكي and so on and so forth. تمام، تعال نشوف بعد كده تعال نشوف بعد كده الحالة الرسمة الخامسة، الرسمة رغم خمسة اللي هو بقى اللي هو price excessive demand equal infinity. equal infinity، هل يا جماعة equal infinity؟ طبعا قبل ما ندخل في infinity اللي هي الحالة الخامسة والرسمة الخامسة والأخيرة، أنا بس عايز أأكد لك في حاجة. هل في الحالة الرابعة الإلستيستي بتكون ثابتة؟ يعني هل هنا قيمتها هي هنا لو حسبتها هتكون more than one، وهنا more than one، وهنا more than one، بس هتكون نفس القيمة؟ لا، هنا لو حسبتها مثلا تلاقيها مثلا بتساوي 5، هنا لو حسبتها مثلا تلاقيها بتساوي 3، هنا لو حسبتها مثلا تلاقيها بتساوي 4، هتلاقي قيمتها دايما اكبر من الواحد، بس قيمه مالها مختلفه. يبقى في الحاله دي خلي بالك مش هنقول انه البرايس للسيستم ديماند ستي كونستنت، مش زي الحاله رقم واحد والحاله رقم 3. حاله واحد لما بتكون تساوي 0 هتكون كونستنت، اللي الاستيستي كونستنت، والحاله 3 لما بتكون بتساوي 1 اللي هي اليونيتري اللي هي يونت الستيك اللي هو كنا بنقول ريكتانجولر هايبر بولا اللي هو الربع دايره بتكون كونستنت، لكن في الحاله 4 والحاله 2 لا ما بتكونش ثابته. جميل، تعال نشوف الحاله الخامسه اللي هي بتساوي انفينيتي. انفينيتي ده بنسميه بيرفكتلي الاستيك ديماند كيرف. اهو الحاله الخامسه لو الاستيستي حسبناها طلعت بتساوي انفينيتي، هنا بنسميه بيرفكتلي الاستيك ديماند كيرف. يعني ايه؟ منحنى طلب كامل المرونه، لا نهائي المرونه، مرونته بتساوي لا نهايه. جميل، طبعا انت لو جيت عملت مقارنه بين التشينج في الكوانتيتي ديماندد والتشينج في البرايس، هتلاقي يا جماعه هنا في الحاله دي الكوانتيتي ديماندد تشينج، الكوانتيتي ديماندد عماله تتغير، كوانتيتي ديماندد تشينجز بتتغير، دايما بتتغير حتى لو كان السعر ثابت. تشينج ايفن اف برايس از كونستنت، حتى لو البرايس ثابت السلع رغم ان سعرها ثابت ما اتغيرش في الماركت شهر ورا الثاني، الا ان الكوانتيتي ديماندد اللي انت بتشتريها والناس بتشتريها عماله يحصل لها عماله تتغير. جميل، فده بنسميه بيرفكتلي الاستيك ديماند كيرف. اهو بياخد شكل ايه؟ بيكون شكله في الحاله دي شكله فيرتيك، سوري بيكون شكله في الحاله دي شكله هوريزونتال، بيكون شكل الديماند كيرف في الحاله دي شكله هوريزونتال. اهو خط مستقيم موازي للمحور الافقي اللي تحت، بيكون شكله ايه يا جماعه؟ شكله هوريزونتال. اهو بيكون شكله هوريزونتال هوريزونتال هوريزونتال، يعني شكله شكل افقي اوكي، شكله هوريزونتال. طبعا هنا تلاقي بص يا جماعه انه البرايس، لاحظوا ان البرايس هنا ثابت على طول الديماند كيرف. فحضرتك البرايس كان الشهر ده تي 1، هتلاقي نفسك بتشتري كوانتيتي ديماند كيو دي 1. الشهر اللي بعديه البرايس هو مفيش اختلاف، بس انت هتلاقي نفسك عند نفس البرايس بتشتري كوانتيتي ديماند الشهر اللي بعدها كيو دي 2. بص يا جماعه يبقى الكوانتيتي ديماند مالها؟ change، بتتغير. even if price is constant، حتى لو السعر ثابت السعر ما بيتغيرش. اهو ده معناه it means that quantity demanded مالها؟ quantity demanded it change، بتتغير زي ما انت شفت على الرسمه اهو بتتغير. even if price is constant، حتى لو السعر بيكون ثابت، حتى لو السعر بيكون ما بيتغيرش. طبعا خلي بالك هنا بيكون في حاله الهوريزونتال او الاليستيستي ايكوال انفينيتي، هل الاليستيستي قيمتها بتتغير على طول الديماند كيرف along with the demand curve؟ لا، هتلاقي ان الاستاتس في الحاله دي بتكون كونستانت، وفي كل الحالات بتساوي ايه؟ انفينيتي. يعني انت هنا الاستاتس لو حسبتها هتساوي انفينيتي، هنا لو حسبت الاستاتس هتلاقيها بتساوي انفينيتي، عند اي نقطه along the demand curve الهوريزونتال بتكون ايكوال انفينيتي. يبقى خلي بالنا sometimes price elasticity of demand stay constant في كام حاله؟ ثلاث حالات. لو كانت اول حاله بتساوي زيرو اللي هو بيكون شكله vertical، او كان اسمه perfectly inelastic demand curve. رقم اثنين لو كان ال elasticity equal 1 اللي هو اليونت unitary اللي هو كان بنسميه rectangular hyperbola شكل الربع دايره اللي هو رقم ثلاثه، او في الحاله خمسه بتكون ال elasticity لما بتكون بتساوي infinity
اللي هو بنسميه هوريزونتال. الثلاث حالات دول يا جماعه الاستستي بتكون مالها ستي كونستانت الونج ذا ديماند كيرف، قيمه الاستستي ما بتتغيرش، تفضل ثابته على طول الديماند كيرف. كام دول؟ كام رسمه؟ خمس رسومات. اول رسمه فيرتيكال، ثاني رسمه ستيب، ثالث رسمه لو الاستستي ايكوال 1 اللي هو اليونيتري بنسميه ريكتانجلر هايبربولا، رابع رسمه فلات جميل اللي هو لما يكون مور ذان 1، خامس رسمه لما تكون ايكوال انفينيتي ده بنسميه اللي هو بنسميه هوريزونتال كيرف. جميل. طبعا تعال نشوف الحاله الرابعه والخامسه. طبعا كان في حاله سادسه، لو هنجمع كل دول في رسم واحد ودي اسهل واحده فيهم، الحاله السادسه هنشوفها مع بعض. تمام، تعال نشوف الاول الحاله الرابعه والخامسه بشكل انظف. ادي الحاله الرابعه والحاله الخامسه اهو. احنا قلنا انه لو برايس للسيستم ديماند ليس ذان 1 ام سوري مور ذان 1 بيجر ذان 1 بنسميه الاستيك ديماند كيرف. وقلنا في الحاله دي لو عملنا مقارنه بين البرسنتج تشينج، طالما انه اكبر يبقى خليك واثق ان البرسنتج تشينج في الكوانتيتي ديماندد هتكون اكبر من البرسنتج تشينج ان برايس. ان لو البرايس اتغير مثلا سي البرايس بتاع السلعه زاد بنسبه 10%، خليك واثق انه الكوانتيتي ديماندد طبعا هتقل، بس بنسبه تكون نسبه ايه؟ نسبه اكبر من 10%، نسبه 30% 40% وات ايفر. جميل. طبعا ده بيحصل في حاله مين؟ في حاله الانسيسري جودز اللي هي زي السوفت درينكس او السلع اللي هي اللوكسري جودز زي الكارز والموبايلز اهو. تمام، هتلاقي شكله عامل بالشكل ده اللي هو الشكل اللي اسمه ايه؟ اسمه فلات. الديماند كيرف شكله فلات، لو حطيت البليه هي تنزل بالراحه واحده واحده، حطيت صاحبك هنا وزقيته يعني كتير ويتعور. وادي يا جماعه ادي هنا البرايس بي 1 اوكي، وادي الكوانتيتي ديماندد يو دي 1. لو البرايس بتاعك زاد بنسبه معينه بصوا الكوانتيتي ديماندد هتقل بنسبه ايه؟ نسبه اكبر بكتير. تمام، الحاله اللي هي الخامسه اللي هو لو كانت ايكوال انفينيتي اهو، لو ايكوال انفينيتي ده معناه انه هنا الكوانتيتي ديبندد تشينج ايفن اف برايس از كونستنت زي ما قلنا، وبياخد شكل الهوريزونتال. وقلنا في الحاله دي ان البرايس للسيستم ديماند هتكون كونستنت ثابته على طول الديماند كيرف، يعني هنا بتساوي انفينيتي، هنا بتساوي انفينيتي، هنا بتساوي انفينيتي، فهي برايس للسيستم ديماند ايكوال انفينيتي along او at any point along the demand curve. جميل. تعالى نجمع كل الاشكال الخمسه دول في شكل واحد اللي هو الشكل السادس، قلت لك 5 بلس 1 اللي هو الشكل الجاي اللي بنسميه اللينير ديماند كيرف، منحنى الطلب اللي هو بنسميه الخطي لينير ديماند كيرف. في ناس بتسميه ممكن نسميه لينير او ممكن نقول عليه داون وورد ستريت لاين ديماند كيرف، داون وورد سلوبنج ستريت لاين ديماند كيرف. ازاي هو ده الشكل ده بياخد؟ تعالى نشوف مع بعض في الايه السلايد اللي جاي. تعالى نشوف مع بعض بلس 1، قلت لك ان هم خمس اشكال بلس 1. بلس 1 انا هنجمع كل الاشكال الخمسه اللي فاتت في شكل واحد اللي هو بنسميه لينير ديماند كيرف، يعني منحنى طلب خطي. لينير يعني خطي، خط مستقيم، او بعض الناس بيسموه، خلي بالك من التسميه دي عشان دي تيجي كتير في الامتحانات، داون وورد سلوبنج ستريت لاين. منحنى طلب بيكون ستريت لاين، وداون وورد يعني نازل لتحت اهو. بص يا جماعه ادي هنا هنرسم محورين، واحد فيه فول برايس وتحت الكوانتيتي ديماندد، وتعمل منحنى طلب لينير خطي بالشكل ده اهو، خط مستقيم اهو، هو ده الديماند كيرف. الديماند كيرف في الحاله دي اسمه ايه؟ اسمه لينير ديماند كيرف. بصوا يا جماعه المنحنى الطلب الخطي اللي بالشكل ده بيعتبر بيجمع الخمس اشكال اللي فاتت في رسمه واحده. ازاي؟ بصوا يا جماعه انا عايزك فوق هنا عند النقطه دي لما تيجي ترسم معايا كانك في البيت ومعايا في السبوره بالظبط، هتحط هنا بوينت ايه وتيجي في نص الرسمه بالظبط في نص الايه اللينير ديماند كيرف المنحنى الطلب الخطي، تسمي النقطه دي تسميها نقطه بي، وتيجي في الاخر خالص هنا عند النقطه دي تسمي النقطه دي تسميها نقطه سي. ولما تيجي ترسم او تيجي تدل يا ترى النقطه سي دي مين والنقطه بي دي مين والنقطه اي دي مين؟ بصوا يا جماعه على طول الديماند كيرف هنا، هل البرايس الاستيستي ديماند الاي الاستيستي كونستانت؟ لا، هنلاقي ان الاستيستي ديماند فاريوس vary from 0 to infinity، قيمتها بتتغير من 0 لانفينيتي. ازاي؟ بصوا يا جماعه لما نكون عند القيمه عند النقطه سي تحت، انا هنا تحت البرايس 0 والكوانتيتي اللي من 0 يعني عند النقطه دي. بصوا يا جماعه لو انا عند النقطه سي ده معناها ايه؟ ده معناها ان الكوانتيتي ديماند ان حتى لو برايس بزيرو الكوانتيتي ديماند هتكون هنا. فده معناه يا جماعه؟ ده هنا بنقول ان الاستيستي في الحاله دي بتساوي ايه؟ الاستيستي في الحاله دي بتساوي زيرو. هنا الاستيستي يا جماعه بتساوي زيرو، هنا قيمتها بكام؟ بزيرو، قيمتها بزيرو. زي اول حاله رسمناها مع بعض، الحاله الاولى لو كانت شكله ايه؟ في شكله فيرتيكال، ان انت كنت بتعمل خط مستقيم طالع لفوق، خط مستقيم فيرتيكال.
اللي هو منحنى طلب افقي، تمام؟ يبقى كانك طالع من سي طالع لفوق، يبقى ده اهو الاستس ايكوال زيرو. فاكرين لما كنا بنقول ايه؟ انه الكوانتيتي ديماندد هنكون هنقول اي ما بتتغيرش، doesn't respond to any change in its price، مهما كان السعر يزيد يقل الكوانتيتي ديماندد هتفضل ثابته. وقلنا ده في حاله اهنو سلع، في حاله السلع اللي بنسميها سلع الـ very necessary goods زي الميديسنز، لايف سيفنج ميديسنز، زي السلع اللي هي مثلا زي قلنا الانسولين، الكانسر ميديسنز وخلافه. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، تمام؟ طيب دي يبقى دي اول حاله ان هو بيساوي زيرو. طب عند الحاله ايه؟ الحاله ايه دي كانك بالظبط بترسم خط ايه؟ خط هنا كده ماشي، كانك بترسم خط اللي هو طبعا انا بعمل لك ده ما تعملوش، يعني كانك بتعمل خط هوريزونتال اللي هو اخر رسمه، الرسمه رقم 5. فعند ايه هنا بنقول الاستيستي ايكوال، الاستيستي ايكوال انفينيتي. هنا الاستيستي ايكوال انفينيتي اهو، اللي هو بيكون شكله اللي هو رقم 5 اللي هو بيكون هوريزونتال، الديماند كيرف هوريزونتال. طبعا عند النقطه دي، عند النقطه دي في النص، انت كانك بالظبط لما كنت بترسم الحاله الثالثه الريكتانجلر هايبربولا اللي هو الربع دايره ربع مخروط، كانك بتلف حوالين نقطه في النص ربع دايره. فانت كانك هنا في عند النقطه دي الاليستيستي ايكوال 1، يبقى هنا الاليستيستي ايكوال 1، الاليستيستي بتساوي 1. طب تفتكر بتوين بوينت بي اند سي، من بين النقطه بي اند سي، هنا الاليستيستي تعتبر ايه؟ ها هنا الاليستيستي تعتبر اكبر من الصفر لكنها اقل من الواحد، لان انا قبل البي وبعد السي. يبقى هنا بتوين بي اند سي الاليستيستي مالها تعتبر ليس ذان 1. طب بتوين بي اند اي الاليستيستي هنا مالها؟ بتوين بي اند اي هنا تعتبر الاليستيستي اكبر من ال1 لكنها اقل من الانفينيتي، يبقى هنا ده الاليستيستي مور ذان 1، مور ذان 1 اللي كنا بنرسمه في صوره ان هو اسمه فلات اللي هو الرسمه رقم 4. جميل، يبقى بتوين بي اند سي الاليستيستي ليس ذان 1 اللي هو ستيب، وبتوين بي اند اي الاليستيستي مور ذان 1 اللي هو فلات. ادي خمس الاشكال اللي فات كانك جمعتهم في منحنى طلب واحد اللي هو اسمه منحنى طلب ايه؟ لينير ديماند كيرف او داون وورد، لانك انت منحنى الطلب داون وورد نازل وستريت لاين خط مستقيم. جميل، داون وورد ستريت لاين. طبعا في شويه ملاحظات لازم تخلي بالك منها، هل الديماند، هل في الديماند كيرف اللينير اللي هو داون وورد ستريت لاين ديماند كيرف، داون وورد سلوبنج ستريت لاين ديماند كيرف، هل يا جماعه الاليستس بتكون ثابته عليه؟ لا، ده بتتغير من كام لكام؟ بتتغير قيمتها ما بين زيرو الى قيمه انفينيتي، ودينا شفنا النقط المختلفه. جميل. طيب خلي بالنا في ملحوظه مهمه جدا على الرسمه دي، انت لاحظ هنا ان كل ما نطلع لفوق البرايس كده بيحصل له ايه؟ بيزيد، صح؟ يعني كل هنا البرايس كان بصفر، هنا البرايس قيمته اكبر، هنا البرايس قيمته اكبر، هنا البرايس وصل لاقصى قيمه ليه. لاحظوا ان كل ما اطلع لفوق يا ترى بيحصل ايه في الاليستيستي؟ بصوا يا جماعه، لما كنا البرايس بزيرو كانت الاليستيستي بزيرو، لما هنا البرايس بقى هنا زاد وصل لهنا، بصوا هنا، بصوا الاليستيستي بقت قيمتها ايه؟ 1. يعني كده ان البرايس زاد الاليستيستي كمان حصل لها ايه؟ زادت. طب ما لما البرايس زاد وصل لغايه هنا حصل ايه؟ الاليستيستي وصلت لاقصى حاجه انفينيتي. يبقى بنفهم من كده ايه؟ ان كل ما البرايس يزيد ها بيحصل ايه في الاليستيستي؟ كل ما البرايس يزيد الاليستيستي انكريز، برايس الاليستيستي اوف ديماند انكريز. يبقى العلاقه بينهم ده يزيد ده يزيد، يبقى العلاقه بينهم علاقه ايه؟ بوزيتيف او دايركت ريليشن. دايركت يعني بوزيتيف، هي هي. So we have direct or positive relationship between the price and the price elasticity of demand. Why? As we see, when the price increases on the graph, what happened to the price elasticity of demand? Price elasticity of demand also increases. جميل، يبقى العلاقة بينهم علاقة positive. تمام؟ طبعا خلي بالك على الرسمة دي كل حاجة بتتغير، البرايس اه عمال يتغير. وعلى فكرة لما البرايس بتتغير الكوانتيتي ديماند هي كمان بتتغير تحت، الكوانتيتي ديماند بتتغير. الاليستيستي ثابته؟ لا، بتتغير من زيرو لانفينيتي. ايه الحاجه الوحيده اللي ثابته على طول الديماند كيرف اللينير؟ حاجه واحده بس اللي بتفضل ثابته، ايه هي؟ السلوب. خلي بالك، يبقى في حاله الديماند كيرف اللينير كله بيتغير، البرايس بيتغير والكوانتيتي ديماند بتتغير والاليستيستي بتتغير، الحاجه الوحيده اللي بتفضل ثابته هي مين؟ السلوب. السلوب ستاي كونستانت، بيفضل ثابت، بيفضل ثابت. اي حاجه على فكره لينير، اي حاجه خطيه بيكون السلوب بتاعها الميل بتاعها بيكون كونستانت، بيكون ثابت، اوكي؟ يبقى الحاجة الوحيدة خلي بالك عشان هشرح عليها سؤال كمان شوية. جميل؟ يا جماعة أهو الحالة اللي هي التجميع للحالة السادسة أهو اللي هو اللي بنقول اللي هو رقم 6 لينير ديماند كيرف أور داون وورد سلوبنج ستريت لاين، بياخد الشكل الخطي ده اللي واصل ما بين A B C.
جميل، اللي هو الشكل ده. طبعا ده الشكل اللينير. لاحظوا ان الاليستيسيتي كانت عند سي بزيرو، عند بي بون، عند ايه بانفينيتي. عشان كده بنقول هنا ايه اهو، in this case price elasticity demand varies vary from 0 to infinity. اهو ال demand curve is downward sloping straight line، يعني linear. elasticity will change، مش هتكون ثابته، change from 0 to infinity او from infinity to 0. شفنا على الرسمه ان كل ما البرايس يزيد بيحصل ايه في الاليستيسيتي، بتزيد من 0 ل 1 لانفينيتي، يبقى ده يزيد ده يزيد، يبقى في علاقه بوزيتيف اهو، يا دايركت اور بوزيتيف. As the price rises increase price elasticity demand increase so we have positive or direct relationship. طبعا انت زي ما قلنا تعليق على الرسم انه الاليستيسيتي ايكوال انفينيتي فين؟ عند البوينت A فوق اهو، عند A. طب وبتساوي 1 فين؟ عند بوينت B. طب وبتساوي 0 عند بوينت C. طب بتساوي less than 1 فين؟ less than 1 between point B and C، ومور ذان 1 فين؟ between point B and A زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي. اهو يا شباب لما الاليستيسيتي مور ذان 1 ده between A and B، و less than 1 ده بيكون between point B and C. طبعا خلي بالنا في نقط مهمه جدا، الاليستيسيتي يا جماعه في الحاله دي كل حاجه بتتغير على الرسمه ده ما عدا حاجه واحده بس، على الرسمه اللي فاتت البرايس بتغير، الكوانتيتي ديماند بتتغير، الاليستيسيتي بتتغير من 0 لانفينيتي، بتبقى 0 عند البوينت زي ما قلنا بوينت سي، بتكون ب 1 عند النقطه بي، بتكون بانفينيتي عند النقطه اي. الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش على الرسمه دي هو مين؟ السلوب. جميل؟ طيب طبعا كده خلصنا الجزء الاول من المحاضره، الجزء الثاني عباره عن اسئله، انا مجمع لك اسئله من امتحانات سابقه على الكلام ده، هنشوفهم مع بعض في الجزء الثاني من الفيديو، هنزله كمان شويه ان شاء الله، هنشوفهم مع بعض.